مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن بدايه اسبوع جديد. كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الهجري، ويا رب مصر دائما تبقى بخير وتستعيد مره اخرى روح السيره النبويه الشريفه والهجره العظيمه، لعل ده يذكرنا بان ما يجمعنا اكثر بكثير او اكبر بكثير مما يفرقنا. عادل حباره، ايه علاقته بالمظاهرات؟ ايه علاقته بالمظاهرات الفئويه؟ ايه علاقته بالازمات اللي في البلد؟ مش عارف. انا اقول لكم، النهارده موقع اليوم السابع ناشر التحقيقات مع عادل، نص التحقيقات مع عادل حباره. عادل حباره بعض المعلومات الصغيره اللي عنده، واللي انتوا اللي عايز يعرف مين عادل حباره، هذا المجرم الارهابي الذي قتل 25 من جنودنا وهم مكبلين من الخلف، ولما بيتكلم شايف ان دول كفار، هو شايف ان الجيش والشرطه كفار، وان حسني مبارك طاغوت، ومحمد مرسي طاغوت، وعدلي منصور طاغوت. ليه؟ لانهم لم يحكموا بشرع الله. شايف ان مبارك احسن من مرسي، وان مرسي طاغوت اكبر لانه كان بيدعي الاسلام وهو ما طبقش الاسلام، وانه سمح بحاجات لم يكن يسمح بها مبارك. حبارة من أسرة بسيطة جدا، في عنده 40 سنة، من أبو كبير شرقية. حبارة اشتغل كل حاجة، اشتغل جزار، اشتغل باع فول وطعمية، اشتغل في قهوة، كان بيحب واحدة، الواحدة دي إذا اتقطعت أحبط، راح اتجوز واحدة تانية، خلف منها اتنين، كان متهم في تفجيرات طابة هو ما بيعترفش بيها، دخل السجن لما قطع ودن مخبر، كان المخبر ده بيقول انه مستقصده، وان المخبر ده خد منه موقف لما الضابط استدعاه، ضابط الشرطه وهو في ليبيا، فلما اخوه قال له ساب ليبيا وجيه علشان ما يبقاش هربان، فالمخبر لبس له قضيه واشتبك معاه واتخانقوا فقطع له ودنه، فخد سنه. هرب في 25 يناير، كان اكبر مشايخه اللي تتلمذ على ايديهم الشيخ محمد حسان، وقال انه كان بيحضر له دروس ويتذكر لما واحد سأل الشيخ محمد حسان، قال له أنا ابني زنى أعمل إيه؟ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما البلد ما بتطبقش الشريعة. ومن ساعتها عرف إن لابد من تطبيق الشريعة. هو معاه معهد فني ثانوي صناعي، مستوى تعليمه متوسط جدا، مستقي معلوماته من مشايخ، ويرى أن الحكم يجب أن يكون هو حكم الإسلام، والراية هي راية العقاب، الراية اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلك الراية السوداء اللي شفناها في العراق، وشفناها في ميدان التحرير، وشفناها في أماكن عديدة، وهو شايف أن هذه هي راية الإسلام الحقة، ويثق بأن المسألة قريبة قوي، دولة الخلافة قريبة. هذا هو نوع من العدو اللي مصر بتواجهه. مصر بتواجه عدو جاهل متزعم ادعوه باسم الدين وهو لا يفهم في الدين، ما قراش 10 كتب على بعض، وبيستقي معلوماته من كتب قديمة وروايات أحادية وبعض المشايخ اللي يرى ان هم القمة، وان كان هو قطع المشايخ كلهم وشافهم انهم متناقضين، وخد موقف من حزب النور لانه اشتغل بالسياسة. هو كان قاعد في سيناء ومربي ناس إرهابيين زيه، قاعد معاهم هناك ومقررين انهم يتعاملوا ويقتلوا الشرطة والجيش أينما وجدوا. هو مش ندمان على الجرم الذي ارتكبه، وقولوا له بص الوش وقولوا لي أين رحمة الله وأين نور الله اللي بيظهر على عباده الصالحين. عادل حبارة مجرم، ظروفه العائلية دفعته إلى ضياع، غياب صوت الأزهر الشريف لسنوات طوال أو تغييبه خلاه ما يلاقيش مصدر او مرجعيه يسمع ليها. الدوله العاجزه او الغايبه عن اي مكان في ناس زي دي سمحت بوجود ناس زي دي. هو احنا دلوقتي الدوله موجوده؟ حد سمع عن ان الدوله المصريه او الحكومه المصريه الان معنيه بمثل هؤلاء قبل ما يتحولوا لمجرمين؟ طلعت علماء شايفين في التلفزيونات خطاب مختلف يتكلم مع اللي زي ده؟ طيب في جزء تاني في الحدوتة. عادل حبارة بيقول انه تعرض لظلم، وانا خلوني اسلم معاه ان تعرض لظلم وان كان لا يوجد شيء يصنع ارهابي.
لكن يمكن جدا لو فهمته أن المخبر الذي تسبب في قتل في القبض وحبس عادل حبارة قتل في الشرقية على يد عادل حبارة بعد 25 يناير رجع له وقتله قدام الناس كلها. تلك الكراهية واللدد والانتقام. بس ده يرجعنا لحاجة، أنك يمكن أن تصنع مجرم. ممكن المخبر ده يكون هو السبب، الله يرحمه بقى ويغفر له، هو السبب في مقتل 25، ممكن مقتل غيرهم كتير، ممكن. احنا محتاجين عقلية جديدة تتعامل في هذا الوطن في الظروف اللي احنا فيها، ان تتوقف عن صناعة الاعداء، انك تعيد المنظومة. ومش هقول التعبيرات اللي كانت بتستخدم زمان من هيكلة، لا، احنا عايزين تدريب وعلم جديد للمخبر زي الامين زي الضابط. احنا محتاجين نتعامل من جديد في مفاهيم حقوق الانسان اللي قال عليها ديننا، مش منظمات حقوق الانسان، الدين نفسه كان بيأمرنا نتعامل ازاي مع المجرمين ومع الخصوم ومع الزانين ومع السارقين ومع كل الناس. اكيد في منهج مش مطبق. طيب ايه علاقة ده بالمظاهرات؟ انت مستنزف، مات لنا ان في جندي مات، طلعت معلومات انه اتقتل في سيناء برصاصه غادره من ارهابي، ثم صدر تصريحات بعد ذلك ان زميله كان بينظف السلاح فالرصاصه طلعت، بس هم قالوا ان جت رصاصه ارهابي عشان يحموا زميلهم. حتى الان التفاصيل مش واضحه، بس واضح انه مش عمليه ارهابيه. في ثلاثه ماتوا واتمسك مخزن للاسلحه والمتفجرات في سيناء. احنا داخلين حرب بشعه. لما حكومه يبقى عندها جيش بيخوض معركه ضد الارهاب، وشرطة بتخوض معركة ضد الإرهاب، ثم تفاجأ بعودة المظاهرات الفئوية مرة أخرى. النهاردة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عاملين مظاهرة. خريجي معهد التمريض اللي دخلوا عايزين يدخلوا كلية التمريض لأنهم جايبين تقديرات كانوا عاملين مظاهرة. تجار بورسعيد كانوا قاطعين الطريق علشان عمليات التهريب والتجار اللي بيهربوا، والمحافظ والمحافظة والشرطة مش قادرة تعمل حاجة ولا تمنع التهريب، حتى استدعى الأمر ان الجيش التاني يعلن ان هو اللي هيعمل هذا التأمين. الحكومة اللي ما تجيبش ورقة وقلم وتقعد تقول انا اولوياتي ايه، احنا عندنا ازمات شكلها ايه في البلد دي، الازمات دي احنا ورثناها من سنين طويلة. وشفت ان هذه الازمات لما جه مرسي رئيسا لهذا البلد ما عرفش يعمل معاها حاجة وغرق، وكانت جزء من غضب الناس عليه. اقول أنا حدير أزمة إزاي؟ عندي مجموعة من الأولويات، مجموعة لازم تبقى واضحة. واحد، مين هم المظلومين واللي بيشتكوا في هذا البلد؟ مين اللي كانوا بيطلعوا مظاهرات وأقول لهم إيه؟ وأقعد أقول مش هكدب عليكم، أقول لهم أنا عندي في أزمتكم واحد اتنين تلاتة، هتاخد مني ست شهور، دي محتاجة سنة وهتبقوا في الحتة الفلانية، ودي الخطة اللي هسيبها للحكومة اللي جاي. اللي ينفع أحله أحله، واللي ما ينفعش احله لازم ارد واقول هينفع احله ازاي. لكن ان احنا نسيب الدنيا ماشيه، المظاهرات الفئويه هترجع تاني، هتزيد، هتبقى اكتر، هندخل في مشاكل كتير جدا. الالتراس مره واثنين وثلاثه وعشره، كان في مظاهرات للالتراس النهارده. لازم نعيد النظر مره اخرى في طريقه التعامل مع هؤلاء الشباب، حتى لو غلطان، حتى لو مش فاهم، حتى لو مندفع فهو ابنك. محتاجين طريقة تعامل. هم خارجين علشان المحبوسين ال 25 اللي اتحبسوا في مطار القاهرة، لكن في أزمة اسمها أزمة الألتراس. الألتراس اللي ممكن ينحاز لجهة تجاه النظام الحاكم لأنه لا يجد نفسه، ولأن التاني هيطبطب عليه وهيعمل له قيمة، بس أنت مش أخد بالك. أنت غايب تماما، وعندنا وزارات معنية بالشباب ومحدش قادر يوصل لهم، مش عارفين تفكوا الشفرة. طب اقعدوا مع الاخوان اللي في السجن وقول لهم فكوا شفرتهم ازاي؟ عرفوا يتكلموا معاهم ازاي؟ عندنا ازمه حقيقيه في الشباب في مصر محتاجه حل. ان الحكومه ما اتحركتش وما استنتش عشان تبقى حكومه رد فعل، وقررت ان تكون حكومه سباقه لديها رؤيه وعارفه النار موجوده فين. النار ما اتطفتش. النار في هذا الوطن خلال فتره السنه وما قبلها ما زالت مشتعله. دماء اللي ماتوا ما زالت قلقة. عشان كده لازم هذه الحكومة تقعد وتبتدي من جديد وتقول أنا عايز أعدل في المسار،
عايز يكون ايقاعي اسرع. هذه الملفات عندي 20 ازمة، اطلعوا لينوم علينا، قولوا لنا عندنا اكبر 20 مشكلة في مصر وهم 1 2 3 4 5، وقولوا لنا ال20 مشكلة هيتحلوا ازاي. ما ينفعش تسيبونا كده في الهوا، ما ينفعش نسيب وطن قلق. احنا قلقانين على المستقبل علشان الحكومة قاعدة في الأوضة بتحل على الورق. عايزين نسرع الإيقاع، عايزين حكومة قوية تعرف تقف وتقول عندي مشاكل هحل، الفلوس اللي جت لي هعمل بيها ايه. تقولوا لنا احنا رجعنا تاني لأزمة أنابيب بوتاجاز، بقت الأنبوبة ب35 جنيه في الوقت اللي انتوا كانت الرفاهية ترفع التليفون تجيلك لحد البيت. البلد بترجع لأزمات تاني، خدوا بالكو. احنا مش في حمل بهدلة ومش في حمل غضب الناس اللي جابوكم وحبوكم وكان عندهم أمل فيكم. الأمل بيضعف، الأمل بيقل، وإذا يأست ما تزعلش ان طلعت في وشك تاني وتبقى لعبة. الخروج هو اللعبة، ربنا يسترها. عندي النهاردة ضيفين عزيزين هيكون معايا في إطار الحكومة والحكومة الشابة والحكومة الكهلة. معايا الأستاذ باسل عادل نائب وزير الرياضة، والأستاذ خالد تليمة نائب وزير الشباب. أنا جايبهم ليه؟ جايبهم عشان أشوف اتنين من الثوريين لما قعدوا على مقاعد الحكم، صحيح أدائهم مختلف، لكن شايفين مؤسسات الدولة إزاي، شايفين احنا ممكن نروح لفين، هنعرف ولا مش هنعرف. محتاجين شباب كتير والكبار يقعدوا يدينا خبراتهم، بس مش هم اللي يبقوا على ارض الواقع. هعرف النهارده من ضيفي العزيز اللي هتشاركوني الحوار مشاكل الشباب، مشاكل الرياضه، جيل تاني موجود، وهم الاثنين موجودين مع وزيرين في حكم الشباب، هم شباب يعني، سواء وزير الشباب خالد عبد العزيز او وزير الرياضه طاهر ابو زيد، الاثنين شباب يعني، الاثنين بينتموا الى جيل وسط. جيل اعتقد خالد عبد العزيز اربعيني وطاهر خمسيني بدايه خمسينات، وانا معايا باسل اربعيني بدايه اربعينات، خالد تليمه لسه ما كسرش ال30، فمعانا جيلين مختلفين. هيبقى عندنا حوار مختلف النهارده. بعد الفاصل عندي مزيد من الاخبار، نتوقف امام اخبارنا النهارده فانتظرونا بعد الفاصل. لا اله الا الله، اللي ظلمنا عليهم الله. فين البيع والايجار؟ احنا ضحيه الاستثمار. يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور، عندي الادفع للهموم، عندي الادفع للهموم. هم يد الانتاج ووقود الثوره، عمال مصر الذين أهدرت حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ولم تساعد الأحزاب السياسية في إنهاء ما يعانوه منذ عقود، ما دفع بعضهم للتفكير في إنشاء حزب عمالي يرعى حقوق العمال. أحزاب كتير قوي، المفروض أن في بعضها بيبقى معبر عن العمال، لكن دخلوا في معترك السياسة، يعني بقى كل همومهم هي انتخابات برلمانات، أو يعني حتى ما حدش فكر ان هو يعد كوادر من داخل الشركات والمصانع. انا كان ليا تجربه ببعض الاحزاب اللي هي بتنادي بمشاكل العمال وحل مشاكل العمال، وجدنا الموضوع داخل الورق كويس جدا، انما جينا على ارض الواقع لقينا الموضوع لا يمت للعمال بصله، بل هي مساله تجاريه بحته. احنا عندنا العماله الغير منتظمه ضخمه، مين يمثلهم؟ مفيش حد يمثلهم. معظم النقابات من سنين طويله قوي كان بيتحكم فيها الامن، بدءا من تقديم الطلبات في القوى العامله، الامن الورق كله كان بيروح للامن، والامن يقول مين يكمل ترشيح ومين ما يكملش، ولو واحد كمل ترشيح الامن في النهايه هو اللي كان بيفرز النتائج. قوه النقابات مش زي الاول، من منذ تفرغها من اواخر السبعينات واستمر نفس النهج وقتل دور النقابات، ولذلك طلعت فكره النقابات الموظفه في شكل كمال ابو عيطه وقبل كمال ابو عيطه، لان مش معترف بالاتحاد الحكومي. جت من هنا فكرة ان احنا نكون حزب من بعض شباب الثورة، وفي كوادر عمالية موجودة فيه من محافظات عمالية، حلوان، المحلة، السويس. قلقون بشأن الدستور وبشأن المساس بنسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان المقبل. رغم ان العمال هم محركين الثورة ووقودها الحقيقيين،
نلقى هجمة شرسة على نسبة 50%. انتخابات 2011 البرلمان الأخير كام واحد نزل رأس قائمة عمال؟ مش هتلاقي 1% بكل أسف. النظام الانتخابي انت لو بقى فردي، العامل اللي انت لحد دلوقتي محددلوش الحد الأدنى للأجور هيقدر يصرف في انتخابات فردي؟ هيقدر يمثل نفسه؟ حتى ممثل العمال داخل لجنة 50 ملهمش علاقة بالعمال أصلا. من تأسيس نقابات موازية وتوالي تظاهرات والاعتصامات إلى إنشاء حزب عمالي للمطالبة بالحقوق، فهل ستسهم فكرة الحزب في حل مشكلات العمال المتراكمة؟ بسنت شحاتة، ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل اخبارنا من برنامج ممكن. بس بسرعه كده، هو احنا هنختار رئيسنا الجاي ازاي؟ هنختاره بالتفويض؟ هنختاره بفكره تمرد؟ فكره تمرد كانت فكره ثوره على نظام فجمعت توقيعات وكان لازم تنزل للشعب، فكره معقوله. هل دوله ديمقراطيه هتختار رئيسها بالتوقعات؟ من شوية لسه حالا جاب التفويض السيسي رئيسا، جمعنا أكثر من 7 ملايين توقيع من 20 محافظة، وفي كم الجميلك 16 مليون، ومش عارف كام 10 ملايين. انتوا بتجيبوا الملايين دي منين؟ ثانيا الفريق السيسي الناس بتحبه، بس الفريق السيسي نازل الانتخابات هيدخل الانتخابات بالطريق الشرعي للانتخابات. احنا عايزين نقول ايه بده؟ احنا ليه بنمسخ حاجة عملناها اسمها تمرد وجمع التوقعات من الناس؟ الفريق السيسي عنده شعبية كبيرة، عنده شعبية كبيرة محدش هيقدر يشكك فيه. إذا نزل الانتخابات فرصه أعظم، فرصه أكبر من غيره، فرصه أكبر من غيره، لكن بالمسار الديمقراطي مسار الانتخابات. إحنا هننتخب وهنبتدي نناقش الفريق السيسي كرجل سياسة لما يقول أنا قلعت البدلة الميري ونازل مرشح لانتخابات الرئاسة. نسأله عن برنامجه وطريقة تفكيره وحجم الديمقراطيات والحريات اللي هيرعاها، شكل الحكومة اللي بيسعى إليها، مخططه خلال 4 سنوات، أسئلة كتيرة من اللي بنسألها لأي حد بيرشح نفسه. وهو على مقعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائب رئيس الوزراء، له وظيفة ومهمة عظيمة بيقوم بيها دلوقتي. فكرة التوقيعات الكتير من أكتر من جهة وبنسمع ملايين، أنا أعتقد أن أنتوا بتسيئوا للفريق السيسي في موقعه كوزير الدفاع. شايف ان ليس لها محل من الاعراب في بلد بتتكلم عن دستور، في بلد لسه عندها انتخابات برلمانية. يجب ان نتحدث في الرئاسة. لو الفريق السيسي ناوي يترشح يقول لنا انا ناوي اترشح، وساعتها هنتناقش مناقشة تانية خالص، بس مش بالتفويض ومش بالتوقيع. لما طلب تفويض نزول للشارع لمقاومة الارهاب، المعنى مختلف، هو اللي كان موجه الرسالة فترد عليه فورا. لما ناس من نفسها تتبرع وتبتدي اكتر من جهة، كل جهة تقول لك انا عندي ملايين عندي ملايين عندي ملايين، انتوا بتسيئوا للبلد في هذه المرحلة. مع كامل احترامي ليكوا وحسن نواياكوا، ومش هشكك في الارقام اللي انتوا جايبينها خالص، لا املك، ما عنديش آلية، وانتوا حتى الان لم تظهروا آلية تقولوا الملايين دي. ولكن ما هو الهدف من ده؟ انكم تقولوا ان الناس بتحبه، ولا انتوا تقولوا هيجي غصب عنه؟ وهل ده اللي هيجيبه؟ مش عارف. طيب، قناة الحظيرة، ولأن أنا من زمان مش ناوي أتوقف قدامها، ولكن لأنها ما زالت تصر على ترويج الشائعات، بقت هي وفكرة التسريبات والأخبار الكاذبة عن من ينتمي إلى جماعة الإخوان واحد، فكرة واحدة وأسلوب واحد في التعامل. الهدف من التسريبات اللي ما حدش بيصدقها لما بتنزل على تويتر أو على الوسائل السوشيال ميديا، لما بتبقى في تلفزيون بتدي للناس مصداقية شوية. الحظيرة الصغيرة اللي هي الدولة اللي أصبحت قناة، بس التقرير ادعت فيه إن هيئة قناة السويس تعاقدت مع شركة تأمين عالمية إسرائيلية اسمها شركة النورس للأمن الملاحي لتأمين رحلات السفن بالمجنى المراحي لقناة السويس، وقالوا ان المعلومة دي على ذمة مؤسسة بريطانية. المؤسسة البريطانية اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا. اول مرة اعرف ان في منظمة حقوقية وظيفتها جمع معلومات. كلمني واحد قريبي اسلام الديب، ده طالب في كلية الطب في الازهر، وبعت لي
قال لي حضرتك سمعت عن ان قناة السويس تعاقدت مع شركة ده نازل بالفعل معلومات بتقول ده. قلت له سمعت بس ده جزء من ماكينة الشائعات الاخوانية بدون تفكير. جيش مصري جيش مصر هيجيب الاسرائيليين يأمنوا قناة السويس؟ ايه المنطق اللي ممكن تخيله لو انا معتوه ومخلول وما عنديش حسابات وبكره سقوط مرسي وبكره هذه الدولة ولو بتعامل مع عدو هيروح يجيب اسرائيل تحمي قناة السويس؟ يعني وانا مغمض ده كلام ماسخ كلام تافه كلام ما يدخلش عقل، ومع ذلك خلينا ناخده بجد، خليني ماشي معاكم واحدة واحدة. دي منظمة حقوقية اللي واخدين عنها اسمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة دي أنا اتكلمت عنها قبل كده ولا حكاية. عايزين تعرفوا حكايتها؟ نسمع واحدة واحدة. وقالوا إن هذه الشركة ممثلة في مصر اللواء سامح سيف اليزبل، وإنها بالفعل قايمة بالتأمين، وراحوا جايبين صور موقع ليه وحاجات كده غريبة. تعالوا نفند ناخد أي معلومة ونتعامل معاها بشكل علمي من الحظيرة اللي بتتكلم عن المهنية طول الوقت. قصة المنظمة العربية ايه؟ معايا الأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ علاء. مساء النور يا أستاذ خالد. إزي حضرتك؟ الله يخليك. إيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؟ ممكن تدينا معلومات عنها؟ مكتوب إن حضرتك الأمين العام لهذه المنظمة. أنا عارف إنك كنت الأمين لهذه المنظمة في وقت من الأوقات. لا، هو في الحقيقه في خلط كبير جدا حاصل. هو المنظمه العربيه لحقوق الانسان هي بيت عربي اقليمي كامل تاسس في العام 83 على مستوى المنطقه العربيه اجمالا، ويعتبر هو بدايه حركه حقوق الانسان كلها على مستوى المنطقه. كل الاجيال اللي حضرتك شايفها دي هم اولاد المنظمه العربيه لحقوق الانسان رغم اختلاف مدارسهم المختلفه. كويس. في اطار سعي المنظمه العربيه لحقوق الانسان للدفاع عن حقوق الانسان العربي داخل الوطن العربي وفي الخارج، تاسست مجموعة من فروع المنظمة في الدول العربية وفي بعض البلدان الغربية زي بريطانيا لمنظمات تنشأ هناك تتبع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تعمل بشكل مستقل. مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق المهاجرين العرب في المهجر وتعزيز حقوقهم. في هذا الإطار تأسست في العام 85 في بدايات أولى ما يسمى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وكان كثير من المنظمات ولا يزال حريص على أنه أنشأ بهذه التسمية عشان يكتسب المصداقيه اللي تتمتع بها المنظمه الام عربيا لكل حركه حقوق الانسان. وكانت هذه المنظمه بريطانيا في الحقيقه لها دور بارز جدا في التسعينات، وكانت تجمع نجوم المجتمع العربي. لكن في العام 2003 يعني بعد غزو العراق كان احد ابرز قيادتها الدكتور عبد الحسين شعبان غادر لندن الى بيروت وبغداد والقاهره يتنقل بينهما. وقع خلاف عميق بين من تبقى من اعضاء هذه المنظمه، وكانت هناك انشقاقات عديدة، وتلاشت المنظمة عمليا بحلول عام 2008. فأبنى مجلس أمناء المنظمة العربية على محاولة الإصلاح، كان ضمن محاولات الإصلاح الأستاذ محمد فايق الأمين العام السابق للمنظمة الأسبق للمنظمة في هذا التوقيت، زارهم في بريطانيا وحاول يرى بالصدع منهم، لم ينجح في هذا. يعني تكلمت جزء نجاح عمليا لكن في التنفيذ بعد كده لم يكن هناك إثمار حقيقي. ثم تلاشت هذه المنظمة عمليا واختفت تماما، لم تعد سوى مجرد ورقة طبقا لقانون الشركات في بريطانيا. فجأة ظهر لنا أشخاص محتالين بالمعنى الدقيق والقانوني، وأعنيه وأقصده وأنا مسؤول عنه، يدعون ويفتئتون على هذه المنظمة ويظهرون بيانات باسمها في قضايا مختلفة على أرضية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، لا علاقة بالحاجات السياسية فقط. فأبنى على مخدر من تبقى في عضو هذه المنظمة، أتأكدوا أنهم لم يصدروا هذه البيانات من قريب أو بعيد. فأبنى على نشر هذه الحقائق وتسليط الحقائق، لكن للاسف الشديد بعض قنوات الاعلام ثابت على استخدام هذه البيانات غير الصحيحه وغير الموضوعيه وغير المهنيه والتي منحازه سياسيا بالكامل وليس لها علاقه بحقوق الانسان بشكل كبير، مع تعمد حذف كلمه في بريطانيا من اسم المنظمه لكي تكتسب هذه البيانات غير الصحيحه المصداقيه التي تحظى بها المنظمه العربيه لحقوق الانسان. نعم. هذا السلوك واجهناه عده مرات. إحدى هذه المواجهات كان في العام 2012 بقرار تجميد عضوية هذه المنظمة في المنظمة الأم، المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يمثلها وأشرف تمثيلها، وتشكيل لجنة التحقيق. لجنة التحقيق انتهت في مايو 2013 إلى أنه هذه المنظمة غير موجودة، وأن الأشخاص الذين يظهرون هذه البيانات لا ينبتون لها بصلة بالمرة، وأن هناك بعض وسائل الإعلام والحركات السياسية تستخدمها، وأن ممارستها أضرت بحقوق الضحايا أنفسهم في العديد من البلدان خاصة في الإمارات ومصر والعراق وفلسطين بصفة خاصة،
وتقرر في مجلس الأمناء في 8 يوليو الماضي 2013 سحب اعتماد عضوية هذه المنظمة باعتبارها أنها موجودة ليس هناك من يمثلها قانونا في ضوء المذكرات العديدة اللي صدرت عن هذه المنظمة. يقال عنها بيانات، يقال عنها تقارير هي لا تمت. هل صحيح أن الإخوان المسلمين هم الذين استولوا على هذه المنظمة؟ والله هذا مرجح، لأن معظم البيانات ذات طبيعة سياسية وتمثل انحيازا سافرا لحركة سياسية بعينها تأخذ الزمن قريبا للغاية من جماعة الإخوان المسلمين، ويتمنى أن يعودوا إلى رشدهم قدر الإمكان يعني. وده في مصلحتهم بدرجة في صالح الوطن في النهاية يعني. اخر الاجراءات ان انا بعت مذكره رسميه لوزير الخارجيه البريطاني في قبل شهر مضى، وطلبت منه اتخاذ الاجراءات بمقتضى القانون البريطاني تجاه من ينتحلون هذه الصفه، واعلمته بانهم يستخدمون اسم المنظمه عمدا، ويستخدمون شعار المنظمه دون تمييز والابريفيشن الاسم المختصر للمنظمه دون تمييز، وان هذا يسيء استخدامه ويضر بقضايا حقوق الانسان ويضر بقضايا الضحايا في المنطقه العربيه. نعم. طبيعة الحال قد يكون لدينا تحفظات على بعض الوقائع هنا أو هناك، لكن للأسف الشديد نصدر هذه المنظمة أو هؤلاء الأشخاص من بيانات غير صحيحة وغير دقيقة هي أكثر ضررا بحقوق الإنسان مما يظنون يعني، وهي في النهاية عبارة عن عملية سياسية ممنهجة، وأنا أعتقد أن الموضوع ينطوي على فساد كبير. بشكرك جدا السيد علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللي قال لنا إيه؟ إن المصدر بتاع المعلومة اللي استندت إليها قناة الحظيرة ليس لها وجود، مفيش حاجة اسمها منظمة عربية لحقوق إنسان هناك، تم إيقاف العمل بها من 2008 وفيها مشكلات، واخترت وزارة الخارجية البريطانية إنها مش جهة. منظمات حقوق الإنسان مش وظيفتها إنها تتدخل في مثل هذا الشأن وتجيب معلومات فتيجي قناة تعمل تقرير وتقول مؤسسة أو منظمة بريطانية. خدوا بالكم من الاستخدام. ثم قالوا إن هذا المكتب لشركة النورس للأمن الملاحي اللي ماسكها في مصر اللواء سامح سيف اليزن. مساء الخير سياده اللواء. سامح رئيس الخير يا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا وسهلا. سياده اللواء حضرتك قريت ما نشر عن انك مسؤول او رئيس مكتب او مش عارف مدير فرع شركه النورس في مصر للامن الملاحي لتامين رحلات السفن. طيب هو الحقيقه انا شايف ان القوات المسلحه والشرطه قادره على تامين مجرى قناه السويس والمجرى الملاحي سواء كان في المجرى نفسه او على ضفتي القناه بدون اي استعانه باي شركات خاصه او بدون استعانه بشركات اجنبيه من الخارج. نعم. لكن ان احنا فعلا كنا سمعنا ايام حكم محمد مرسي الرئيس المعزول السابق تسريبات بان هناك نيه في التعاقد او هناك حديث يتردد في نية التعاقد مع احدى الشركات في هذا الشأن. الحقيقة احنا لما سمعنا هذا الكلام انزعجنا جدا، ولقينا ان دي الحقيقة استهانة بقدرات مصر واستهانة بقدرات القوات المسلحة والشرطة بدون اي سبب، لان على مدار التاريخ كله من يوم قناة السويس ما اتحفرت وجيش مصر وشرطة مصر بيحرسوا هذه القناة ولم يحدث فيها اي احداث خالص خلال هذه المدة نتيجة الخطط الموضوعة لتأمينها الحقيقة، سواء كان زي ما قلت خط في الطريق الملاحي نفسه أو يعني في الممر الملاحي أو على الضفتين. نعم. دلوقتي موقع الشركة النهاردة الصبح كان قايل بالفعل، معرفش الموقع ده فيك ولا إيه بالظبط، إنه فعلا مسؤول عن تأمين قناة السويس، ثم الموقع كله اتقفل والصفحة اتقفلت دي الصفحة يا مساء. بتفسر؟ أنا أؤكد. أؤكد لحضرتك أن قناة السويس تؤمن حاليا وسط قوات المسلحة والشرطة، ويمكن يستفاد أيضا استفسار من فريق ميش على هذا، ولكن أنا ما أؤكده لحضرتك. علاقة حضرتك لك أي علاقة بأي شركة من الشركات اللي بيتكلموا عنها دي اللي لها علاقة بإسرائيل؟ أنا آسف في السؤال بس أنا لازم أقول. أنا عندما خرجت معهاش الأمن هو شغلتي، فأنا شريك ورئيس مجلس إدارة في إحدى شركات الأمن العالمية. ما فيش داعي اقول اسمها عشان ما يبقاش دعايه يعني. لا لا قول يا فندم. هي اسمها شركه جي 4 اس. شركه جي 4 اس دي اكبر شركه امن في الكره الارضيه بريطانيه، وهذه الشركه متواجده في مصر من حوالي 10 سنين، فيها 6500 موظف، يعني فيها الحمد لله فاتحين بيوت الناس وبتدفع ضرائب في حاجه اسمها كبار ممولي الضرائب. وهذه الشركه
زي مثلا زي اي شركات عالميه للسيارات الكبيره، مش عايز اقول اسامي، او شركات المياه الغازيه الكبيره موجود لها بيع في كل حته يعني. لكن الشركه دي متواجده في 126 دوله في العالم، ولكن انا لا علاقه لي غير بالشركه في مصر اللي انا. الشركه في مصر مسؤوله عن مؤسسات حكوميه كبيره او شيء؟ مسؤوله عن بنحرس بنوك، بنحرس سفارات، اماكن عامه زي مولات زي سينمات، لكن لا علاقه لها بالمنازل. نعم، بشكرك جدا سيد اللواء سامح سيف اليزل خبير امني. طيب ادي الشركه اللي قالوا ان سيد سامح سيف اليزل هو ممثله في مصر، طلع هو رئيس مجلس اداره لشركه عندها 126 فرع على مستوى العالم، بريطانيه ملهاش دعوه باي حاجه، بتحفظ الامن في سينمات في بنوك، ادي نشاطها وشغلها. طيب هي ايه الحكايه؟ النهارده رئيس هيئه قناه السويس السيد اللواء مهاب مميش طلع الفريق، انا اسف الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس، طلع بيان قال فيه ان هذا الكلام كله كذب. مساء الخير سياده الفريق. ده نور يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. كيف استقبلتم هذا التقرير الجزيري المدلس؟ وشفتوه ايه؟ يعني شفتوا الهدف منه ايه في هذا التوقيت؟ والله هو امر مضحك ومحزن. نعم. في نفس الوقت. لان ده اساس له من الصحه اطلاقا. وانا المسؤول عن هيئه قناه السويس باكد لحضرتك ان هذا الخبر ليس له اي اساس من صحه. احنا اللي بيأمننا الجيش المصري العظيم، القوات المسلحه المصريه العظيمه برا وبحرا وجوا. نعم. الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني، القوات البحريه والقوات الجويه، قوات حرس الحدود وفوق تامين مجرى ملاحي، وقوات الامن الداخلي في منظومه تامينيه رائعه متكامله، ومعها العاملين في هيئه قناه السويس طوال مده ال 24 ساعه كامله مدسوس علشان يزعزع الثقه في اسلوب تامين قناه السويس، ويزعزع الثقه في قدره الجيش المصري على تامين قناه السويس. احنا بنتشرف ان الجيش المصري بيامن قناه السويس، وبيامنها تامين يعني على اعلى مستوى من المهنيه والكفاءه. يا استاذ خيري، لازم نفتح عينينا ان قناه السويس تعتبر هي شريان الحياه للاقتصاد القومي المصري دلوقتي، فهم عايزين يعني يؤثروا على معدلات مرور السفن وعلى عمليه تامين قناه السويس. قناه السويس في خلال الاربع اشهر الاخير حققت اكبر معدلات مرور سفن في تاريخها رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بها مصر. ده دليل على درجه الثقه العاليه للتوكيلات الملاحيه والشركات الملاحيه في اسلوب تامين قناه السويس. فانا بطمن حضرتك ده احنا هو انا مطمئن، بس بنطمن الناس في مواجهه اكاذيب. احنا بقت شغلانتنا طول اليوم ان احنا قدامنا كم من الاكاذيب ولازم نرد عليها. سياده الفريق، هل في العام الذي حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي بالفعل كان هناك طرح او تفكير في ايجاد شركه لحمايه الامن لقناه السويس؟ انا شخصيا لم يصلني هذا الطرح. نعم. ولم يخاطبني احد بهذا الطرح. دي امانه انا بقولها لحضرتك. طبعا طبعا. انا قناه السويس لم تسيس في خلال العام السابق. قناه السويس هي اقتصاديه من الدرجه الاولى. احنا مهمتنا ان احنا نحافظ على هذه القناه كشريان حياه الاقتصاد القومي المصري. عملنا احنا والقوات المسلحه منذ احداث ثوره 25 يناير مجيده حتى الان لم تتوقف الملاحه ولو لحظه واحده في قناه السويس. واكبر معدلات دخلت في السنين الماضيه كانت مدخلين لخزانه الدوله 32 مليار جنيه ونص، والسنه دي هيكونوا اكتر ان شاء الله. فنطمن حضرتك احنا مصريين، السفن اللي بتعدي دي لا نميز دوله عن دوله ولا علم عن علم، كلهم امانه في رقبتنا، واحنا والقوات المسلحه المصريه خير من يحمل هذه الامانه. ولا صحه لما اذيع امس، وانا يعني نفيت هذا الكلام اول ما عرفته على طول، لان عيب ان هو يتقال كده ان احنا نجيب اسرائيل عشان تامن لنا المجرى الملاحي لقناه السويس. ده كلام هزلي وكلام عيب ان هو يتقال. والجيش المصري بافرعه الرئيسيه وقوات الامن الداخلي هم اكثر من يؤمن قناه السويس. نعم، بشكرك جدا السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس. طيب دي كذبه من الكذب، هي دي الكذبه الوحيده؟
لا في كذبة كمان، إن الإماراتيين هم اللي هيستثمروا وهياخدوا الحصة واشترطوا هذا، وهم بيدونا ال مش عارف أسميها إيه يعني، بس الأموال الإماراتية، الدعم الإماراتي اللي جه في الفترة الأخيرة. طبعا ليه ما اعرفش ما قالوش الكويت يعني، بس قالوا الامارات عشان تبقى ردا على اللي كان بيتعمل ايام التمييز القطري وما ستحصل عليه قطر في مشروع تنميه قناه السويس. عايز اقول لكم احنا يوم الجمعه عامل لكم ليله هقدم لكم فيها كل الشائعات وكل ما يقوله الاخوان ومن على مواقعهم ومن بياناتهم ومن تسجيلاتهم وكل حاجه، وهنفند ونشوف من والدة الفريق السيسي اليهودية الكلام الكوميدي السافل اللي بيتم ترويجه، تلاقي الجزيرة بتشتغله بالليل، يعني هو يطلع على مواقع إخوانية وبعدين الجزيرة تشتغله بالليل فيبقى موضوع، بعدين يقول لك ونطالب الفريق السيسي بالرد، هو الفريق السيسي ده قاعد يلعب معاكم يعني، وبكرة طلع له خاله وبكرة طلع له عمه، ونفضل يرد على صغار في مواضيع صغيرة في وقت نحن نخوض معركة كبيرة. طيب حاجات من دي مجموعة أشهر عشر شائعات أو كاذبات إخوانية هنجيبها وهنفند وهنناقش وهنقدم، علشان وعايزين هنحدد لكم كمان المعايير لما يجي لك معلومة تتأكد منها إزاي وتدري إزاي، لأن إحنا نعيش عصر الشائعات، وسهل جدا قول الشائعة كررها 10 مرات على مواقع مختلفة تصبح خبر على تويتر، وبعدين تبقى بتناقش في البرامج التلفزيونية فتصبح حقيقة جوه دماغك كده، اه يا عم دول بيبيعوا، ده جابوا شركة اسرائيلية بتحمي قناة السويس، فشرتم الجيش اللي حارب هذا العدو مش هيجيب شركة من عنده تأمن قناة السويس، الجيش اللي مأمن مصر كلها دلوقتي مش هيدور على شركة اسرائيلية تأمن قناة السويس. طيب النهاردة مجلس الوزراء تسلم قانون تنظيم التظاهر في صورته الأخيرة بعد عرضه على مجلس الدولة، مجلس الدولة عمل مجموعة من الملاحظات، أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان خلاص بينظر إليه النظرة الأخيرة ثم سيعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية لإقراره. طبعا طلع كلام وبعض المواقع نشرت إن كل من يكتب عبارات مسيئة على جدران المباني والحكومية والخاصة أو يرمي القمامة ومخلفات المباني بالشوارع والميادين يحبس 4 سنوات وغرامة 100,000 جنيه. كلمت السيد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قال الكلام ده مش صحيح إطلاقا، إحنا لم تحدد عقوبات، إحنا بنغلظ العقوبات ومش هتبقى أربع، مفيش حاجة اسمها 4 سنين يعني. طب قول القانون بيقول من 3 لـ10 يا أخي، قول من 6 شهور لـ3 سنين، يعني قول جملة معقولة فتصبح خبرا في مواقع محترمة ويتم تداوله. ايضا النهارده كان في مظاهرات للالتراس للمطالبه بالافراج عن زملائهم امام دار القضاء العالي، كانت المسيره انطلقت من امام النادي الاهلي، كان في هتافات ضد وزاره الداخليه وطلبوا بالافراج عن زملائهم الذين حبسوا احتياطيا حتى الان. محامي الالتراس الاستاذ محمد عثمان قال ان اهالي النشطاء او الالتراس دفعوا تكلفة التلفيات اللي اتعملت في ميناء القاهرة في مطار القاهرة، وبذلك لو تنزل مطار القاهرة عن حقه وقال ان تم الاصلاح يمكن ان يكون هذا مبرر او مسوغ للافراج عن هؤلاء الشباب. طيب معانا الاستاذ محمد عثمان محامي الالتراس. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ خير. اهلا بحضرتك استاذ محمد. ماذا تم حتى الان؟ حضرتك قلت النهارده ان تم دفع تكلفه التلفيات التي تمت في مطار القاهره ونسبت الى شباب الالتراس اثناء وجوده لاستقبال فريق اليد فريق الاهلي. نعم بالفعل النهارده توجه عدد من اسر هؤلاء الشباب وقاموا بسداد شيك مقبول الدفع لشركه ميناء القاهره الجوي باعتبارها صاحبه هذه التلفيات. بقيمه كام يا فندم؟ 4,000 جنيه. نعم. يعني انا مش عايز اعلق باعتبار ان الموضوع منظور امام النيابه ودي جهه احنا بنكن لها طبعا كل تقدير واحترام، لكن هناك ضرر واحنا جبرنا الضرر واكدنا في الطلب اللي تقدمنا به للنيابه ان هذا لا يعد لا اعتراف ولا اقرار بارتكاب اي من هؤلاء الشباب لهذه الوقائع، انما هذا لدرء اخطار الحبس الاحتياطي، لان حضرتك تعلم اكثر من 20 شاب من 25 سنهم لم يتجاوز ال 20 سنه
طلبة في الجامعة. طبعا في مراحل التعليم المختلفة وفي جامعات مرموقة، استمرار حبسهم بهذا الشكل ده أمر يهدد مستقبلهم. والتقينا أيضا النهاردة بعض المسؤولين في النيابة العامة وتقدمنا بتظلم، بنلتمس أو بنطلب في هذا التظلم إخلاء سبيلهم باعتبار أن هناك سلوك إيجابي طرأ، ويجب على مسؤول الدولة التعامل مع هذا الملف بشيء من الإيجابية، وأن هؤلاء الشباب لم يكن أي منهم يقصد أن يصير هذه المشكلة، إنما المشكلة دي طرأت على أسر مشادة بين مجند وأحد الشباب، إلى أن الداخلية ضخمت هذه الصورة وتم تصديرها للرأي العام. نأمل أن يكون هناك تطور إيجابي من قبل المسؤولين في هذا الملف بإذن الله. بشكرك جدا أستاذ محمد عثمان، محامي شباب الألتراس المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة إتلاف عمدي لمنشآت حكومية. بس عايز أسأل سؤال ساذج يعني كده، وأنا أنتوا مش عارفين تجيبوا 5 ألتراس تقعدوا معاهم، عندك 25 ألتراس، يا ترى درستوا حد قاعد كده يدرس عائلاتهم؟ وزير الشباب وزير الرياضة فكروا يروحوا يطلبوا انهم يقعدوا معاهم ويسمعوهم ويعرفوا التركيبة دي دماغها ازاي عشان نتعامل معاها. وزير الداخلية فكر يقول لهم، راح لهم يقول لهم يا اولاد انتوا ولادي، انا بس عايز اعرف ايه سر العداء اللي بيننا، احنا ليه في بيننا مشكلة، انا انتوا جيتوا انتوا كنتوا بتوع تشجيع كورة دخلتوا في حالة من الغضب، قولوا لي نعمل ايه؟ طب قضية بورسعيد وصدر فيها احكام، ايه اللي مزعلكم نعرف نتناقش فيه؟ وزير الشباب والرياضة يقعدوا يدرسوا الحالة ويقولوا لهم كم واحد وتكويناتهم ازاي، مش عشان يقبضوا عليهم، عشان يحبوهم، عشان يحتووهم، عشان يطبطبوا عليهم، عشان يخلوهم لان دول المستقبل فنحافظ عليهم ونستغل طاقتهم. ما لو حد استغل طاقة هؤلاء الشباب ما كانوش بقوا كده. نحن المجرمون، احنا الذين نجرم في حق هؤلاء، لازم نفكر حتى ولو كانت اخطائهم ايه، بيعملوا حاجات غلط كتير جدا وحالة اندفاع وعنف بلا مبرر. بس ابني، ابني ممكن يكون ماشي معاهم، ابني مش هموته، ابني هناقشه، ومش عيب ان انا اكون غلطان في جزء فهم نتيجة لما فعلنا. مفيش حد ناوي يعمل ده، مفيش حد ناوي يقعد معاهم، هتسيبوهم ويطلعوا عندهم مرارة من انهم اتحبسوا واتبهدلوا وخلاص، يطلعوا بمرارة اكتر ويقولك نتحبس تاني. انتوا فاهمين ان اهليهم هيقدروا يضغطوا عليهم ويقولهم هتقعد في البيت ومش هتنزل، كلفتني خسائر 4000 جنيه، مش مبلغ يعني. الفعل نفسه، التصرف نفسه، الخروج للشارع نفسه، ده محتاج دراسة. مفيش بني ادم في مصر في النظام لا السابق ولا الحالي قادر يدرس هذه الحالة ويتكلم فيها غير انه يشتمهم، غير انه ينتقدهم ويسميهم شوية عيال فلتانين، شوية عيال بايظين، شوية عيال مالقوش اللي يربوهم. طب وبعدين يا سيدي هتعمل ايه مع شوية العيال دول الالاف اللي في الشارع دول؟ لما حد غيرك ياخدهم في حضنه هتعمل فيهم ايه؟ هتقتلهم ولا هتضربهم ولا هتحبسهم؟ انت لازم تتكلم معاه، لازم تلموهم وترجعوهم يحضروا جامعاتهم ويبقى لهم دور ويشاركوا في الحياة السياسية بشكل صح. وحسبنا الله ونعم الوكيل. عادت مرة أخرى الاحتجاجات الفئوية. النهاردة كان في وقفة لحاملي الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء. انتوا فاكرين دول اللي راحوا قعدوا عند الدكتور هشام أنديل قدام بيته وقالوا لهم خلاص طلعت القرارات بتاع التعيين، يروحوا ما يلاقوش تعيين، ما قاعدينهم في الشارع. هو أنا لما أبقى بني آدم بذاكر وبدرس وجبت تقدير وخدت ماجستير أو خدت دكتوراه وأقعد في الشارع، إيه البلد اللي بترفض أولادها يبقوا متنورين وحلوين كده؟ إيه البلد اللي بترفض علمائها دول؟ مش عارفين تستفيدوا بيهم؟ اعملوا لهم مؤسسه يا راجل، اطلبوا من رجال اعمال يساعدوكوا ويشغلوه كل واحد في تخصصه، اعملوا اي حاجه بس ما تخلوهمش يكرهونا. طيب معانا مين يا شباب؟ الاستاذ عرفه شاكر احد حمله الماجستير والدكتوراه. احسن اهلا وسهلا استاذ عرفه. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك استاذ عرفه. انت ماجستير ولا دكتوراه؟ انا دكتوراه يا فندم. معاك دكتوراه في ايه؟ معايا دكتوراه من كليه الفنون الجميله. فنون جميله. من سنه كام؟ من سنه 2006. وحتى هذه اللحظه ما اشتغلتش؟ حتى هذه اللحظه في الشارع، انا بكلم حضرتك وانا في الشارع. قول لي نوعيات الماجستير والدكتوراه، يعني التخصصات ايه اللي انتوا موجودين؟ جميع التخصصات يا استاذ سيد. عددكم كام تقريبا؟
عددنا حوالي 9000 واحد. كم؟ 9000. 9000. اه. ال 9000 دول معاهم ماجستير ودكتوراه وما بيشتغلوش. وما بيشتغلوش. ادم واحد فيكم من سنه كام؟ ادم واحد فينا، فينا ناس من ايه معاها دكتوراه من 2000 و3 من 2004 كده. كانت الحكومة السابقة وعدتكم وقالت انها هيتم تعيينكم بالفعل وطلعت قرارات وحاجات كده. ما هو دي، ما هي دي حقيقة، هم عينوا جزء وفي ناس لسه ما اتعينتش. وانا واحد منهم. اتعين كام تقريبا؟ اتعين على حوالي 4000 حاجة كده. واتعينوا يا استاذ خيري، المشكلة الكبرى انه اتعينوا في وظائف ادارية، في وظائف ادارية. تخيل واحد معاه دكتوراه ويتعين في وظيفة ادارية في الدرجة الثالثة. تخيل. يعني طيب بعد ما تعين 4-5000 فاضل 4000 ولا فاضل 9000؟ لا فاضل حوالي 4000 3000 حاجه كده. حد كلمكم وانتم بتتظاهروا؟ حد قال لكم هنقعد نتكلم؟ ولا يا استاذ خيري، يا استاذ خيري، هو انا حضرتك متابع الموضوع من بدري. انا عارف. اه. وعارف حضرتك ان احنا من ايام 25 يناير واحنا طلعنا وكنا بنناجي ده من القضاء على الفساد اللي في الجامعات وفي اللي واللي واللي والوساطه والمحسوبيه اللي ما حدش عارف يحلها. نعم. وطلعنا ايام يعني بعد ما مشي نظام حسني مبارك الفاسد، طلعنا وتظاهرنا وقابلنا كل المسؤولين له هنحل ومحدش حل. وجينا في عهد الاخوان لما ما حلوش برضه طلعنا وقلنا يمشي الاخوان ومشي الاخوان، وجت حكومه الدكتور الببلاوي والدنيا زي ما هي. وفي ايه؟ في ايه؟ مش عارف بصراحه، كان يعني هو في، هو احنا مالناش هو عليهم؟ ليك حقوق يا دكتور عرفه. انا مش عارف يا استاذ خيري، يعني انا بقول هتفرج هتفرج ما تقلقش. انا بقول ايه حضرتك، انا اول الدفعه بتاعتي. وما تعينتش معيد ليه؟ ما تعينتش في الجامعه، ما انت عارف حضرتك الوساطه والمحسوبيه ما هي هي الدنيا يا استاذ خيري. انا عشان انا هو يا استاذ خيري الغلبان والبتاع الفقير ملوش مكان في البلد دي. طب واللي معاه دكتوراه، طب الغلبان والفقير ماشي، اللي قاعد يصرف على نفسه ده عشان ياخد دكتوراه، الدوله اللي قاعده ترعى ابنائها عشان ياخدوا ماجستير ودكتوراه، اقفلوها. يعني عشان ابوه راجل غلبان ما عندوش ولا واسطه ولا محسوبيه ولا فلوس ولا يعرف حد. لو يعني قصدك يا استاذ خيري، لو انا عندي واسطه كان زمان اتعينت من 20 سنه. انا عندي 50 سنه. عندك 50 سنه وما بتشتغلش؟ وما بشتغلش في الشارع. طب ما اتحدى اي حد يا استاذ خيري، انا على التليفون معاك اهو، اتحدى اي حد في المهنه بتاعتي. وقلت الكلام ده في الحلقه بتاعت الدكتور عمرو الليل. عايز ايه تاني؟ امال بتعيش ازاي؟ بتصرف منين؟ هو بشتغل في اي حاجه يا استاذ خيري، اشتغلت في قهوه، اشتغلت في يوبا في الشارع، اشتغلت في اي حاجه، وفي الجامعه على بتاعت على فكره، وبقول لك هم اللي بيشغلوني في الشارع. مين اللي بيشغلوك؟ الاساتذه بتوع الجامعه. هم اللي بيشغلوك في الشارع؟ يعني بيجي لهم شغل بياخدونا اشتغل معاهم. عايز ايه تاني؟ اقول لك ايه تاني؟ يعني بس انا الصراحه مش عارف، يعني هو نحن هي هتفضل طول يعني عمرها كده؟ ولحد النهارده برضه زي ما هي. مفيش فايده، القضاء على الفساد يا جدعان، ايه الفساد؟ الدكتور حسام عيسى اللي بيقول لك التعليم العالي مليان فساد يا استاذ خالد. كله في المجلس الاعلى للجامعات كله فساد، وهو يعلم هذا. والنبي ما عدت قادر استحمل. بشكرك يا دكتور عرفه، بشكرك. كفايه يا دكتور عرفه، صناعه عدو جديد. انت قاعد تصنع عدو مره بالاعتداء على واحد مش مؤهل، انت غبت عنه وما علمتوش، مره لشاب صغير ما لقاش ايد تتمدله بيطلع طاقه عنفه باشكال مختلفه وما لقاش حد يكلمه، الحل الوحيد عندك كان هو الحبس. مره واحد اتعلم وخليته يشتغل في قهوه وخد دكتوراه، بدل ما تقول انا هقف الدراسات العليا لحد ما اشغل الناس الموجوده دي، يبقى عندك حمل الدكتوراه بيشتغل قهوجي، واحد معاه دكتوراه. يعني انت متخيل انه قاعد يقدم شاي وقهوه وشيشه، واحد معاه دكتوراه حياته كلها علم، قاعد يذاكر ويقرا ويتعلم علشان يفيد البلد دي، فيوصل ل 50 سنه وهو بيشتغل قهوجي. طب يرضي مين؟ مين اللي ممكن يقبل ده في وطن زي ده؟ لا احنا بنهرج. إذا كنتوا عايزين وجع، إحنا عارفين إن البلد فيها أوجاع كتير، بس إحنا بنقول لكم المشكلة اللي داخلة في عينك ما ينفعش تسكت عليها.
خلي ابعد المشاكل بعيد شويه اللي لسه ما وصلتش لعينك، بس الحق اللي دخلت في عينك، لان انت ساعه عينك هتقول لي انا مستقل وتروح تقعد في بيتكو، لكن البلد دي هتنهار. نحن نجيد صناعه الاعداء. بورسعيد، مجموعات من التجار محافظة بورسعيد ومجموعة من الالترس اتظاهروا وقفلوا المحلات وقفلوا عدد من الشوارع. المحافظة قالوا انت بدوني اسبوع. ليه؟ علشان في مهربين بيجوا ياخدوا البضاعة اللي تتباع في المنطقة الحرة وبسطوة السلاح، ومفيش امن بيواجههم ويهربوها للانطرة ويبيعوها مجانا. بقت سيطرة، قالك ما نقدرش، هم مسيطرين على المدقات. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه مسيطرين على المدقات؟ فين الدولة؟ فين هيبتكوا يا بتوع الهيبة؟ بلا خيبة مفيش. لحد ما يجي ايه؟ الجيش. ويجي النهاردة السيد الفريق احمد وصفي قائد الجيش التاني، وياخد قراره بان الجيش هو اللي هيحمي المدقات، وما نقدرش على زعل البورسعيدية، ومش هنفرقهم ومش هنقرب من واحد منهم، لان دول البورسعيدية، دول البورسعيدية، دول الابطال، دول اللي دفعوا اتمان كتير. ما ينفعش عشان في حرامية وفاسدين وانا مش قادر اواجههم. امال بتعمل ايه؟ مدير امن بورسعيد قاعد يعمل ايه؟ قوات الامن بورسعيد قاعده تعمل ايه؟ لازم الجيش. وخدوا بالكم، الجيش بيقرب خطوه والشرطه بتبعد خطوه، والمسافات بتكبر. سياده اللواء محمد ابراهيم، يا ريت تخلي بالك. في سيناء قلت لكم استشهد النهارده المجند خالد عبد النبي حامد، وبعد ما قيل انه تم اطلاق رصاص عليه من ارهابيين تبين ان الرصاصه خرجت بطريق الخطا من احد زملائه، ولكن يبدو ان حاله الارتباك جعلتهم يتحدثون عن عمل ارهابي، ولكن تم التصحيح الفوري من مصدر امني بشمال سيناء. وده ما فيش مشكله، نغلط ونقول ونصحح، بس ما نخبيش حاجه. ايضا أكد مصدر عسكري بالجيش الثاني أن قوات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على القيادي بجماعة التوحيد والجهاد ناجي عين، ده 35 عاما، اتمسك بقارة السكاسكة بجنوب رفح. ده متهم باستهداف قوات الجيش والشرطة وقتل عدد منهم، وده تم نقله للقاهرة بطيارة عسكرية منفردا. واضح أنه خطر قوي. فيما أفلت شادي ألف، ده زعيم جماعة أنصار بيت المقدس، في اللحظات الأخيرة عثر على مخزن للمتفجرات أثناء الحملة الأمنية على مناطق جنوب سيناء. المخزن كان فيه 10 صواريخ، 10 قنابل، 5 عبوات ناسفة، 5000 طلقة آلي، 3 هاون، 3 جرينوف، 5 متعدد، 1 RPG، 30 خزنة آلي. يخرب بيوتكم، جايبين الأسلحة دي كلها منين؟ دخلت إزاي؟ وإيه إيه كم السلاح ده كله؟ ده حرب بجد. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي النهاردة كان ليه مجموعة من التصريحات عن علاقات مصر الخارجية. اتكلم عن علاقة مصر بأمريكا وقال ان ستشهد خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة تقدما ملحوظا، وقال ان احنا بنتعامل من أرض قوة، مصر بتستعيد عافيتها، قرارنا قرار مستقل. وقال ان امريكا نفسها هتاخد اجراءات ملموسة خلال الايام المقبلة تؤكد من خلال دعمها لارادة المصريين. في تعليقي على العلاقات مع تركيا قال ان الرؤية الحزبية الضيقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تدفع مصر والعلاقات المصرية الى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه. يعني مصر ممكن تاخد خطوات قرارات في الفترة القادمة تجاه تركيا. وقال ان مصر بتعيد تقييم هذه العلاقات، فيما اشاد بموقف روسيا الداعم لمصر. النهاردة كان الدستور بيناقش مجلس شورى ولا ما فيش مجلس شورى، كان في شد وجذب، تأجل الحوار الى الغد. النور متحفظ على وجود صياغة او مادة تتحدث عن مساواة كاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. ما زالت أزمة الاحتياطيين بالتأسيسية أزمة مش فاهمها بصراحة. يعني هم منعينهم من التصويت، بس منعينهم من الحضور ليه؟ وكنتوا مدخلينهم علشان ايه؟ وايه المانع انهم تبقى قوة لها رؤية؟ لكن برضو ما ينفعش لو يدراع وتبقى كل حاجة معركة وهننسحب وهنرفع دعوة. هو احنا ليه كل حاجة عندنا ما هياش واضحة؟ هو كان الاحتياطيين في النص بيقولوا ايه في اعداد اللجنة؟ هيحضروا؟ طب هيصوتوا؟ طب مش هيشاركوا؟ طب اللي دخلوا شابطين فيها ليه؟ مش عاجبهم ولا عاجبهم؟ حاجة كده
بلد فله يعني. سوها عرفات اعلنت اليوم انها تسلمت نتائج تحليل الطب الشرعي في سويسرا لعينات من جثه الراحل الزعيم ياسر عرفات، وقالت ان عرفات مات مسموما بالبولونيوم المشع سنه 2004، وقالت نحن نكشف جريمه حقيقيه، اغتيال سياسي. ملكة جمال المغرب عايزة أوجه لها الشكر بتزور مصر لتؤكد أنها بلد أمنة اختارت مصر، وقالت أنا راحة وحضور الأهرامات وحضور الأرمان وحضور الرسالة، مصر أم الدنيا بخير. شكرا يا ست الجميلة. أيوة احنا عايزين دعم، عايزين كل حد معانا يقول مصر اهي وندعم السياحة. وزير السياحة هشام زعزوع قايم بدور مهم، كان في بريطانيا في مؤتمر دولي للسياحة، عمل جهود جبارة جدا أكد فيها إن أغلب الدول خلاص رفعت اسم مصر من الحظر، السياحة هترجع بخير إن شاء الله، مصر بخير، ذكرى محمد محمود هتعدي بخير، الثوريون والنشطاء بيتكلموا عن إن تبقى رمزية، الجبهة السلفية المنحازة للإخوان بتقول لا عايزين نروح، في ناس عايزة تولعها نار وفي ناس عايزة تخليها خير من غير دمار. معايا الأستاذ محمد عطية من اتحاد القوى الثورية، أهلا أستاذ محمد. اهلا بك يا فندم، ومساء الخير، ومساء الخير لمصر، ومساء الخير لكل المشاهدين. مساء الخير عليك وعلى مصر العظيمه. قول لي استاذ محمد هتعملوا ايه في ذكرى محمد محمود؟ اولا النهارده كان في اجتماع مع عشرات ضباط الانقاذ مع كل القوى السياسيه والثوريه لمناقشه تعريات وذكرى محمد محمود. رقم واحد النهارده احنا قلنا اهم حاجه الاحتفاليه او ذكرى محمد محمود تليق بالشعب المصري، تليق لكل القوى السياسيه وكل القوى الثوريه. رقم اثنين لازم يكون في ميثاق شرف لكل القوى السياسيه لاحياء ذكرى محمد محمود واحياء ذكرى شهيد كل شارع محمد محمود. النهارده بنقول لاحياء كلمه واحده وهي محمد محمود. الناس كلها عاوزه تستغرب بالنسبه ليوم 19 وعاوزين يعرفوا ايه اللي هيحصل بالظبط يوم 19. احنا بنقول كل القوى السياسيه اجتمعت النهارده لاستغلال عدم استغلال لهذا اليوم جماعه الاخوان المسلمين اللي مستنيينه باي طريقه باي شكل يكون في فوضى عارمه في البلاد، هي تجنب اشتعال مع وزاره الداخليه. احنا النهارده بنقول كلمه واحده، لا الاستغلال يوم 19، لا الاستغلال امام وزاره الداخليه، وزاره الداخليه خط احمر. اهم حاجه احنا لينا يوم يكون رائع لاحياء ذكرى جميله بالنسبه لنا لذكرى 25 يناير الحقيقيه وهي يوم 19، ان احنا بنقول عليها ذكرى محمد محمود. التليفون خلص. ده رقم اثنين، انما احنا بنقول حاجه واحده في ميثاق شرف وكلنا هنقول عليه في مبادره حقيقيه هنكون من خلالها نقول كلمه واحده ذكرى محمد محمود لاهالي شهداء محمد محمود، يكون كلنا تحت رايه واحده وهي مصر للجميع، وشارع محمد محمود هو الذكرى الاولى محمد محمود. بشكرك استاذ محمد عطيه عضو دكاتره القوى الثوريه. بعد الفاصل شابين ملامح نجاح للثوره، مش نجاح، باسل عادل وخالد تليمه، اسمين برزوا في الحياه السياسيه، كانوا اعضاء في البرلمان السابق، كانوا عندهم رؤى، واحد باسل مساعد وزير الرياضه، خالد مساعد وزير الشباب. عايز اعرف طعم الكرسي غير فيهم ايه؟ شايفين مؤسسات الدوله شكلها ايه؟ طول الوقت بنتكلم عن المؤسسات بعين الكبار، بعين اللي عايشين يقول لك دي دوله عميقه انتوا ما تعرفوهاش، اللي يدخل في متاهاتها. انا شفت صور لخالد تليمه وهو بينط في نادي مركز شباب، وبعد ما قفلوا الابواب ومطلع الادوات الرياضيه من جوه الثلاجه وعامل حاجات غريبه كده، ما كنتش اتخيل ان وزير ولا مساعد وزير يعمل ده. هل هذه الروح منعكسه ولا احبطه، ولا المساله محتاجه ان احنا نغذي بشباب اكتر في كل مؤسسات الدوله؟ هستقبل ضيفي العزيزين باسل عادل وخالد تليمه بعد الفاصل، فانتظروا. بعدما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة ملزمة لتجار أسواق القاهرة الكبرى، تجولنا في السوق لمعرفة آراء التجار في هذا القرار. ما أظنش إن الحكومة تقدر على ده، وأي مسؤول من مكتبه ما يتكلمش طالما هو مش على أرض الواقع، ينزل على أرض الواقع ويشوف تكلفة فدان الطماطم تكلفته كام لحد ما يطلع ثمرة، ويشوف تكلف كام
وبعد كده بناء عليه يحدد السعر بتاعه. هي البياعين دي كلها متكلمة في قدام بعض، يعني هنبيع بكذا وانت هتبيع بكذا؟ لا، لا، هو ده البياع بنفسه، يعني انا في بياع جنبه وهو بينافسني وانا بنافسه، في بياع قوطة هنا وهو بينافسني وانا بنافسه، فاي حد فينا بيجري ان هو لوحده عايز يقلل اقل سعر وبيع بيه عشان هو يكسب زبون. صار غالي في العبور، فدلوقتي الزبون بيمشي بياكل بيعليه. دلوقتي احنا بنديله شنطه وبنقي براحته، لما تنزل التسعيره مش هديله شنطه، لان الخضار بيجي فيه الحلو وفي بيجي فيه الوحش، فانا هضطر اشيل الحلو وهديله الوحش قبل الحلوه. الباذنجان مثلا وصل الكيلو الى 5 جنيهات في السوق، ووفقا للاسعار المقرره من وزاره التموين فان سعره سينخفض الى 2 جنيه. طب انت هتجيب بتنجان ب 2 جنيه ونص للمستهلك هنا، انا واخده بتقسم من السوق، مصاريف كام، نولونات كام، عمال كام، ايجارات كام، ضرائب كام، تامينات كام، كهرباء كام، هوالك كام. المتسوقون من السيدات يعانين من ارتفاع الاسعار التي لم يسترشد بها احد. بسله ب 10 جنيه، اللي مش عارف الجزء الكوسه مش عارف بسبعه، يعني حاجات اوفر يعني. هما بيقولوا اي حاجه وتلاقي نفس السعر برضه، مفيش حاجه بتتغير. مع ارتفاع الاسعار الناس بتشتري، لان هي دي بصراحه هي دي اسعار الحاجه دلوقتي يعني، لكن لو نزلت يبقى ازرف كتير طبعا. كل واحد بيبيع بسعر مختلف هنا. لما يكون في حد زي وزارة التموين تيجي تفتش عليهم وتراقبهم وتحط لهم في عقوبة للي خالف التسعيرة هيلتزموا كده. اختلفت بورصة أسعار الخضروات والفاكهة عن تلك التي أعلنتها وزارة التموين من أسعار استرشادية، لتبقى الرقابة على الأسواق هي الضمان الوحيد لاستقرار الأسعار. بسنت شحاتة، ممكن. بلغت أعداد سكان مصر في آخر تقرير رسمي بتاريخ 26/8/2013 إلى 85 مليون نسمة، وقدرت نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عام نحو 29%، كما بلغت نسبة كبار السن نحو 4.4%. وبعد ثورة يونيو وبعد ثورة يناير، أصوات كتير طالبت بضرورة تمكين الشباب من الوجود في المناصب السيادية الهامة في البلد والوزارات الهامة دلوقتي. تعالوا دلوقتي نشوف مع الشارع المصري يا ترى رأي الناس إيه في تمكين الشباب من هذه الأماكن الحساسة، هل مع تمكين الشباب ولا مع تمكين أصحاب الخبرات في الفترة الحالية؟ الوقت ده اللي احنا فيه ده محتاج الخبرة، عشان بخبرتي ان انا برضه همشي الشباب ده على طريقي. الخبره اللي موجوده كلها موجوده على مكاتبها، قاعده على الكراسي بتدير بس بالورقه والقلم، انما مين اللي هينزل يتجول في وسط الاماكن ويشوف اللي ماشي الشغل ماشي ازاي، يشوف اللي مطلوب من الشباب ايه، اللي مطلوب من الناس الكبيره ايه. المشكله دلوقتي اللي الشباب اصلا ما عندهمش اكسبيرينس جامده، يعني انت لما بتتكلم اللي انت الشباب عايز تمسك، انت هتمسك مواقع ايه في البلد؟ حلو، انا واحد شاب من بلد ماشي، انا عايز امسك حاجه في البلد، بس همسك ايه وايه الاكسبيرينس اللي عندي اللي انا امسك بيه؟ ثوره شباب، والشباب لازم يمسك البلد، بيبقى عنده طاقه اكبر ان هو ينزل يتابع شغله، لان الوزير لو بقى شاب صغير مش الناس اللي احنا اشكال الموجوده يعني نفس الاشكال يعني. ندعم كخبرات ناس كبيره مع نسبه صغيره من الشباب عشان البلد تمشي ويقدروا يكسبوا الخبرة اللي هي من الناس الكبيرة. النهاردة طبعا عدد الشباب في مصر أكتر من الثلثين، فالمفروض النهاردة إن الشباب يتبوأ المناصب القيادية في البلد، حتى لو مش مدرب يؤهل، والمفروض يبقى فيه المجلس القومي للشباب يأهل الشباب في دورات تنمية بشرية، في دورات في حقوق الإنسان، في المهم الشباب يبقى ليه دور فاعل في المجتمع. الشباب لوحده كده صعب يعني، هنقع في الأول خالص، لكن أنا بقول لازم يكون في حد من زي فريق كرة بالظبط مطعم بالشباب، يعني هو شباب ومطعم بالكبار يعني. انا مع الشباب الاعداد عماله بتتزايد وبطاله، يعني الوقت في بطاله ومفيش اي شغل خالص، ومع الشباب ارشح انا من رايي عشان احنا من ضمن الشباب ارشح الشباب. انت محتاج قوه الشباب بشكل قوي جدا، بس في نفس الوقت محتاج السيطره على الاندفاع ده، لان انت في مرحله ما تستحملش الخطا، يعني انت عايز تتحرك لقدام.
صراع كبير في وجهات النظر بين تمكين الشباب وبين الاعتماد على الخبرات كبيرة السن. ولكن يبقى السؤال، إذا لم يتم إعطاء فرصة للشباب الآن لتكوين خبراتهم، فمتى ستتاح لهم فرصة تكوين الخبرات اللازمة لقيادة المستقبل؟ وليد فريد، ممكن. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا يا وليد. الشباب الشباب الشباب، ثورة شباب، بلد شباب، 65% شباب، بنتكلم عن الشباب، لكن الشباب في السجن أو في الشارع، مفيش شباب في مراكز صنع القرار في مصر. ولما بنتعامل معهم بنتعامل انهم ما عندهمش خبره، مش مؤهلين بالظبط، واذا دخلوا بيستعدوا للخروج. برحب بضيفي العزيز الاستاذ خالد تليمه، نائب وزير الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ خالد. الاستاذ باسل العادل، المهندس باسل العادل، معايا مهندس ونائب وزير الرياضه. اهلا وسهلا. هي مش مهندس دي كان يجب تبقى نائب وزير الاسكان او مساعد وزير الاسكان؟ ممكن ممكن طبعا، لان القياده السياسيه ممكن تتنقل في اي مكان، صحيح، على اي ملف اداري، لانك انت بتنفذ اجنده سياسيه بالاساس. موضوع هيطول يا استاذ خير. طيب خلينا نبتدي نسمي بس وانا هاخد بسم الله الرحمن الرحيم. خالد او السيد المساعد او وزير المستقبل او اللي مش هتشتغل الشغلانه دي تاني، من ساعه قرار تعيينك انت صدرك القرار من 3 شهور، لا وقعدت شهر ونص لحد ما صدر القرار الرسمي. صحيح صح؟ يعني قمة البيروقراطية منذ البداية، لما لا. أعلن عن تعيين مساعد وزير وأقعد شهر ونص لحد ما يبقى القرار رسمي. ده بيعكس إيه؟ والله ما تقدرش، يعني أنا لما كنت بقعد أفكر هو طب في إيه طيب؟ يعني في إيه؟ وبعدين شوية تقول ما هو الظرف مش مواتي، الاحداث بتجري والناس معذوره، فبتوصل معاك لمرحله انه لا خلاص بقى، يعني انا مش جاي عشان اقعد في مكتب ويبقى عندنا عربيه وسواق واسم نائب وزير، نائب الوزير راح ونائب الوزير جه والناس اللي في الوزاره عارفين ان انا نائب وزير، انما انا قاعد ما بعملش حاجه، قاعد بتفرج. بحاول وكنت بروح كده وباجي كده وبحاول افتح لنفسي مساحات، انما انت في الاخر قاعد بتتفرج، بتتفرج لان ما عندكش حاجه محدده، اولا ما فيش قرار اصلا. تمام. فانت ممكن اي واحد يجي يقول لك انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ يعني واحد رخم شويه يقول لك طب انت قاعد بتعمل ايه؟ هو فعلا مفيش قرار. يعني انا قعدت من ساعه لقائي بالدكتور ببلاوي في وقت تشكيل الحكومه، وقت ما هو بيشكل الحكومه، وخلص اللقاء او انتهى اللقاء على اني بقيت نائب وزير للشباب، وخرجت كتبت تفاصيل اللقاء على صفحتي على فيسبوك، لانه احنا انت عارف احنا شويه جيل مختلف، بنحب طول الوقت نعرف الناس ايه اللي بيحصل، واحنا مؤمنين بده الحقيقه انه الناس شركاء رئيسيين في كل اللي بيحصل. تمام. فخرجت من لقاء الدكتور حازم الببلاوي، قعدت بس حوالي ساعتين اكتب وصيغ كده باستشاره بعض الاساتذه يعني الاكبر مننا في السن والاصدقاء كمان، ايه اللي ممكن يتقال من القعده وايه اللي ممكن يعني نبقى حريصين على انه ما يتكتبش او يتصغ ازاي، وكتبته على صفحتي وقلت انه اللقاء تم وتم عرض عليا كذا كذا وانا قلت كذا والدكتور ببلاوي قال كذا وانتهينا لكذا. قعدت من وقت ما ده حصل 45 يوم بروح مكتبي جهزوا لك المكتب. لا لا تاني يوم والعربيه والسواق وكل تاني يوم رحت قعدت مع يعني تاني يوم لما حلفوا اليمين رحت قعدت مع المهندس خالد اللي هو الوزير وقال لي يعني انت هتحب تيجي من امتى؟ فقلت له لا على طول من يوم الاحد، لان كان الكلام ده خميس، فقلت له على طول من يوم الاحد هكون موجود. قال لي طيب ده مكتبك وده الناس اللي هيبقوا معاك وده الراجل اللي هيبقى معاك عم اسماعيل الله يكرمه، يعني الراجل ده تعبان معايا الحقيقه رايح جاي معايا السواق بتاع العربية. راجل عظيم حقيقي. فقعدت 45 يوم بس لحد ما القرار بقى صدر. طبعا بعد ما يعني كنت بدات اخد رد فعل مش بس برضو للاسف مش معلن، يعني بدات اخد رد فعل انه لا يعني ما يصحش ما يصحش لانه عايزين نشتغل. فطلع القرار ماشي عظيم جدا بس بعد القرار بقى بدانا رحله البحث عن الاختصاصات ومش عارف مين اللي بيحدد اختصاصاتك. القرار بتاعي طالع انا قراري من عند رئيس الجمهوريه ويعين يعني خالد كذا 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 نائبا لوزير الشباب ويحدد الوزير اختصاصاته. فالوزير الاختصاصات عند الوزير. الوزير حدد اختصاصاتك؟ اللي هي ايه؟ طيب ما هو ايه كتير للدرجه دي؟ لا 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 مش كتير، لا مش قصدي كتير، لا بالعكس هي مش كتير خالص على فكره، بس
يعني انا كنت حابب شويه لانه ما احنا هندخل. لا بالعكس انا مش عايز ادخل لانه انا مش عايز ادخل في التفاصيل دلوقتي. انت انا يمكن ده قلته للاصدقاء في الاعدادي ان انا كنتش حابب اطلع اصلا في التلفزيون دلوقتي، بس لانه بقى في اهميه انه 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 يعني كان في اصرار منهم ان اطلع مع باسل. ف انا بعتذر، كان مفترض يبقى معايا الاستاذ هاني مهنا وكنا نوينا عن ذلك، لكن فضلنا ان احنا نفسح المساحه لضيفها العزيزين. الاستاذ هاني عنده اتنين مساعدين كمان مع وزير التضامن، فده موضوع التضامن ده لوحده، ثلاثه مساعدين في وزاره واحده، امر يستحق النقاش بمعزل عن بالظبط. انا بس يعني قبل ما عشان نروح لباسل، انا كنت شويه حابب، انا حاطط لنفسي سقف 30-11 30-11 هقعد اقيم تجربتي بشكل لا اما تكمل لا اما تمشي. بالظبط، يعني ده عشان بس نبقى برضو ربما الحوار النهارده، واحنا مش بنعمل حوار تلفزيوني، انا مش الهدف ان احنا نعمل فرقعه، انا مش عايزين نعمل فرقعه بالظبط. لا لا لا, لا يعني ده مش اتجاه خالص. انتوا اتنين سياسيين، الاثنين كنتوا اعضاء برلمان يعني بتمثلوا هذا الشعب، انتوا الاثنين طلعتوا من هذه الثوره وكان واضح دوركم جدا، اشتركتوا في احزاب، كان لكم دور. فلما نيجي نتكلم عن هذا الشعب مش ممكن نلجأ الى نفس المنهج، فكره الصعوبة في الكشف عن الأزمات. ربما اللي بيسمعونا النهاردة يغيروا شوية أو يقلقوا شوية، لأن أنا وزير يمشي مش مشكلة، حد فيكم انتوا الاتنين يمشي ده مشكلة بالنسبة لي، لأن ده معناه أن في قوة رافضة تماما أي تغيير في هذا البلد. الحقيقة ده موجود، بس عشان نبقى واضحين، الحقيقة أنه في عقلية موجودة في هذه الدولة، في الجهاز البيروقراطي للدولة، عقلية موجودة رفضة لفكرة التغيير. نعم. وعلى فكرة لحد هذه اللحظة، وأي حد ممكن يروح يسأل، احنا بنتعامل بمنتهى اللطف ومنتهى، ده مش قصدي ان احنا نغير المعاملة، اقصد انه ما بنش مننا ان احنا ناس جايين احنا بقى بتوع الثورة يا ولاد مش عارف ايه وطلعوا بره واحنا عايزين نشتغل وحدنا. الحقيقة ده ما حصلش اطلاقا. نعم. بنبدي روح للتعاون من اول لحظة، بنبدي روح انه احنا جايين نتعلم منكم، بس في نفس الوقت احنا عندنا خبرات مش جايين من الشارع، فينفع نبقى بنتشارك مع بعض. انما الحقيقه عشان ابقى صريح مع الناس، عشان بس يبدا كلامه، لا في عقليه ما زالت موجوده. ما انا هدخل بص تحديد مهامك وعارف تعمل ايه منها وما بتعملش ايه وايه اللي حاصل بالظبط، ده محتاجين نتكلم فيه وهندخل للمشهد العام. بس من جوه مؤسسات الدولة المصرية اللي هتقول احنا هنتغير ولا لا. باشمهندس باسل، انت اتوجدت من 3 شهور موجود في هذه الوزارة، تعرف لو قررت انك تقيم تجربتك في ضوء ادائك وضوء ما هو مسموح لك به وضوء تقييد الاخرين ليك، هتقول لي ايه؟ هقول مقبول. مقبول مقبول. ده مقبول، ده يضمن الحياة بس يعني. نعيش. لا مقبول كويس في ظل تجربة جديدة ويعني رؤية جديدة وشباب يعني بيخش الوزارات لأول مرة بيحتك بقيادات قديمة ومجتمع شايف ان احنا راس مالنا ان احنا شباب، وهي دي مش الحقيقة. انا مش راس مالي ان انا شباب، مش اللي حطه في البنك ان انا شباب، لا. وانا برفض التعيين على الصيغة دي او على العبارة دي، يلا نعين شباب بالتأكيد لا، ولا على صيغة هيبقى معهم عربية بسواق. انا شخصيا معي عربية بسواق بتاعتي بقى لي سنين. وعندي شركتي بقى لي سنين، مش النهارده يعني. عملت ايه في شركتك بالمناسبه؟ شركتي قافلها. قفلتها؟ طبعا. يعني عشان كنا بنتكلم عن رجال الاعمال لما يدخلوا الحكومه، ودي كانت ازمه استلفت نظري وانا بقرا، كان ما كنتش اعرف ان عندك شركه، لقيتك رئيس مجلس اداره شركه. شركتي مكتبي. مكتب يعني هل قدمت تنازل وعملت ورق للتنازل عنه مالكش دعوه بيه وقدرته، ولا قفلتها؟ عملت ورق مدير تاني يعني. مدير اخر وخلاص. انا ما بروحش اصلا، ما عنديش وقت. انا بروح الوزاره من 10 الصبح مثلا 9، بمشي 11. ما بتشوفش ان ده ينطبق عليك ان مسؤول ورجل اعمال؟ لا خالص، فين احنا من رجال الاعمال، ربنا يوعدنا. لا خالص. وعايز اقول لك ان المسؤول، بس برضو حاجه اوضحها بالنسبه لمساله الدخل يعني، لا احنا يعني بنقدم تضحيه ان يبقى يعني دخولنا بتقل، بس مش مشكله، بنحاول ان احنا. هو يعني مساعد او نائب الوزير بياخد كام؟ ياخد من 7-9,000 جنيه متقسمين على فترات كبيره جدا. متقسمين؟ في حين ان انت في مناصب بتعدي من تحت ايدك ملايين. خلي بالك هنا انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن خطورة المنصب العام وفكرة ان المنصب العام يقدر، يبقى عنده يعني تقدير من الدولة عشان
احمي كل الناس اللي في المناصب العامه، فدي مساله مهمه جدا. الحقيقه الازمه اللي بيتكلم عليها خالد، وهي ازمه حاضره في كل وقت، ان مفيش يا استاذ خيري بطاقات وصف للوظائف. انت عارف الجهاز الاداري في الدوله احنا بقينا موظفين حكومه بقى، ناقص نلبس البتاع ده، فاكره اللي كان بيلبسوه في الافلام القديمه؟ خلاص تدخلنا مع الحكومه تماما. وحطت شبشب جوه لسه بس بنتوضى وبتاع وبنلبس الجزم تاني. فكره ان يبقى في جوب ديسكريبشن او بطاقه وصف للنائب او المساعد، على فكره عايز اوضح حاجه، خالد نائب وزير اقسم اليمين، حلف اليمين، انا مساعد وزير ما بتعينش من رئيس الجمهوريه، بتعين من مجلس الوزراء. ففي فرق في المكانين. المكانين دول ما لهمش بطاقه وصف، يعني بتخش الوزاره ما بتبقاش عارف انت هتعمل ايه. يا تنتظر الوزير يحدد لك صلاحياتك او يقول لك انت هتعمل ايه، او انت بتشق يعني طريقك. انا الحقيقه ما عنديش مشكله في الوزاره، بشتغل على ملفات كتيره ومع من نفسك ولا قعدت مع الوزير؟ لا طبعا بنقعد مع بعض وبننسق. قسمته قال لك انا هبقى مشغول بكذا وانت امسك ملفات كذا؟ لا ولا لا لا ما حصلش. لا لا بنتكلم على الملفات المفتوحه بس، اهتم بده اشتغل على ده، وفي ملفات بحكم طبيعتي انا مهتم بيها، يعني ملف الاستثمار في الوزاره. نعم. المنشآت والمشاريع بحكم طبيعتي يعني طبعا. وانا افهم فيه. ملف التخطيط والاستراتيجي والحاجات اللي ليها علاقه بانك تفكر للرياضه لسنوات طويله، في ملف سياده الوزير طاهر ابو زيد قوي جدا، في ملف التعامل مع المشكلات والاتحادات والانديه والاستادات، ده ملف صعب جدا. خلي بالك احنا الوزاره الوحيده اللي عندها صفحتين يوميا في كل جورنال صحيح بتكتب عنها، واعلام شرس وشديد، بتتعامل مع انديه صاحبه مصالح ومصالح كبيره جدا يعني، فهو مجتمع، فبرضه ملف كون ان بيبقى قاعد عليه نجم زي طاهر ابو زيد يعني وتعامل مع الوسط، ده شيء مهم. احنا في حاله رجلشه، مفيش شهر عسل يعني، احنا كل الناس بتطبع على بعض، لان في النهايه لما بيبقى عندك مناصب ملهاش جوب ديسكريبشن ولا توضيح كامل يحصل تداخل، لازم يحصل تداخل. انت عارف انا مشكلتي فين؟ مساله مهمه. انت عارف مشكلتي فين؟ انا اسف هو بس باسل الاول، لا خلي الحوار مفتوح. انا مش حابب اقطعك، بس احنا يعني الحوار مفتوح. بس الاول انا اكثر دبلوماسيه تم مني مليون مره. يعني دبلوماسي جدا ويعرف يختار. انا للاسف ربما فرق الجيل برضو، انتوا لا كمان يعني. انا عندي مشكله، انا طول الوقت بقول اللي جواه، ما بعرفش يعني عشان كده ما كنتش عايز اطلع في التلفزيون الا 30/11، واخد بال حضرتك من ايه؟ لان ما بعرفش اخبي، ما بعرفش وده مش معناه انه بس، بالعكس هو ده المطلوب، ان الواحد يبقى كده، بس انا ما بعرفش ابقى كده. بس مش دي الشفافيه اللي انتوا قاعدين تنادوا بيها وبنتكلم عنها؟ لا بالعكس بالعكس، لا ده مش لا 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 ما هو مش بيخبي، بس بيعرف. ولا هو كرسي زي ما المسؤولين، ما مش كل حاجه تتعرف تنفع تتقال، ما انتوا مش فاهمين. لا 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 هتتقال، بس اللي انا كنت بوقف بس عشانه، اللي انا عايز اقوله يعني انه صحيح ممكن ما يبقاش في توصيف وظيفي للمكان ده، النائب او المساعد، انما المفروض يكون في اراده. هو ده اللي انا اراده من عند مين؟ اراده من عند السلطه، الوزير الذي يمثل السلطه. لا 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 ما انا جاي لك، الحكومه والوزير طبعا. ايوه انت في مكانك، الوزير هو الذي يمثل السلطه بالنسبه لك، هو اللي بيمثل الحكومه. لا مش بس هو، لا مش بس هو ورئيس الحكومه. انا عندي مشكله، انا عندي ازمه حقيقيه مع نظره الحكومه للملف ده، للملف بتاع ملف الشباب. طبعا عندهم مشكله، أنا مشكله حقيقيه. طبعا ده هو ده ملف اساسا انا كنت قاعد اصوت فيه. ده عندهم مشكله، ما عندهم مشكله طبعا. طب على سبيل المثال قانون التظاهر اللي عاملين عليه مشكله، ده اتعرض في مجلس الوزراء واقروه الاول ورفعوه رئيس الجمهوريه. انت كنت تعرف عنه حاجه يا استاذ باسل؟ كنت تعرف عنه لا حاجه؟ لا خالص. ولا انا كنت اعرف عنه حاجه؟ فانا اضطريت، الناس بتقابلني في الشارع، ازاي هم متخيلين ان احنا عارفين؟ حكومه متخيلين ان احنا عارفين؟ انا طبعا ما كنتش عارف عنه خالص. فاضطريت ان اكتب على الفيسبوك انه هذا المشروع مشروع قانون التظاهر كارثي، وفي ازمات 1 2 3 4، وانه انا مش ضد تنظيم التظاهر، انما لازم نعترف انه حق، والحق ده محتاج الى تنظيم، مش يتم سلبه والتحايل عليه بالقانون. اضطريت اكتب ده. نعم. وده خلاف واضح مع الحكومه. تخيل حضرتك لو انه لما انت عملت ده جالك اي رد فعل من الحكومه؟ لا ما جاليش رد فعل في وقتها، جالي رد فعل بعد فتره لما نزل لي حوار في الاخبار،
من الوزير واتناقشنا، قلت له لا ده موقفي وانا لازم اقول. هو شافك كمسؤول في الحكومه ما ينفعش تطلع تتكلم لانه نزل الحوار في الاخبار وقلت فيه ده نتكلمه جوه. اتكلمه جوه فين؟ ما انا ما اعرفش، انا اصلا ما سمعتش عنه. وانتوا ما بتحضروش اجتماعات مجلس الوزراء؟ لا لا بحضر. باسل كان كاتب في تغريده على تويتر: مساعد الوزراء ونوابهم لا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء ولا ياخذون قراراته، والتخاطب المباشر لا يكون الا لنفس الدرجه او اقل. لا انا عايز يعني ازيد حضرتك من شعر بيت، وهنا نوع من انواع النقد البناء، يعني ان انا طلبت مباشره ان يبقى في اجتماع من السيد رئيس الوزراء مع النواب ومساعدين الوزراء. وعددهم كام في الحكومه دي النواب والمساعدين الشباب؟ تعرفوا؟ لا ما تقدرش تحصرهم، لان في ناس عينوا من قلب الوزارات، الوزارات نفسها، من قلب الوزارات نفسها. يعني وزير الزراعه معين شاب هايل، دكتور محي شاب رائع الحقيقه، مساعد وزير الزراعه. بس يعني لو هتتكلم على قطاع الشباب ممكن تتكلم في 10، يعني مش عدد، يعني هو مجلس الوزراء 33 تقريبا، يعني رقم كبير. فلو هتجتمع ب 33 مساعد ونائب كان شيء مهم، وكان المفروض يبتدي الحقيقه من بدري، لان احنا مش موجودين عشان يعني نبقى تحت عنوان تجربه وخلاص، او يلا الشباب اتمكنوا. لا احنا مش كده، واحنا مش بتوع كده على فكره. احنا نرجع فورا لمقاعد اخرى لو هي الرؤيه كده، احنا جايين نبني البلد. لا واحنا عندنا رؤيه كمان، بعد ما دخلنا دولاب العمل الرسمي بقى عندنا رؤيه ازاي البلد دي تشتغل خاصه بينا، ورؤيه رؤيتك مختلفه عن رؤيه الوزير. اصل انا بص انا بكلمكم بصراحه طول الوقت منشغل. خالد مع خالد عبد العزيز، وخالد عبد العزيز شاب ما هوش جيل عجوز وعنده أحلام وراجل كويس، وانت مع طاير ابو زيد، وطاير ابو زيد شاب يعني في بداية الخمسينيات، فعنده أحلام انه يحقق نجاحات. ففكرة هل يمكن ان ينشأ صراع بقاء، صراع سلطة؟ يعني لما الوزير بيسافر انت بتقعد على الكرسي بتاعه خالد؟ لا هوش على الكرسي بتاعه، انا عندي مكتب اقعد على الكرسي بتاعه. لا لا مش الكرسي بتاعه، بتقعد في مقعد الوزير يعني؟ لا لا النائب لا. يتولى المسؤولية؟ لا على سبيل المثال الوزير المهندس خالد عبد العزيز بره مصر دلوقتي حالا. بره مصر، والنهارده كان في اجتماع مجلس وزراء ومحدش قال لي في اجتماع مجلس، مش معناه ان اروح احضر بالشرط حتى، بس يقولوا يا عالم يا اللي في وزاره الشباب في قانون اسمه قانون التظاهر اللي هيتناقش النهارده، المعني الرئيسي منه او الشريحه الاكبر اللي هتصطدم بيه او هتوافق عليه هي الشباب، فتعالوا قولوا لنا رايكم النهارده. كان ده حاصل النهارده والوزير مش موجود، بتاع يعني الوزير بره مصر، ولا انا عرفت مع حضرتك دلوقتي انه تم اقرار القانون مع حضرتك حالا دلوقتي. وانت كنت في الوزاره وقاعد على الكرسي؟ انا كنت في الوزاره. لا ما تمش اقراره، هو رجع من مجلس الدوله، مجلس الوزراء لسه ما طرحوش على الرئاسه، هيشوف التعديلات بتاع مجلس الدوله، قالوا هيقروا مره ثانيه والمجلس القومي لحسين منصور. القصد انه في حاجات كتير جدا ينفع بحكم سننا وبحكم وجودنا في وسط الجيل ده، احنا اولاد الجيل ده. امال انا جايبك ليه اذا كان وزير شباب مساعد او نائب وزير شباب ونائب وزير رياضه؟ الاثنين مش هيبصوا في ده، مين اللي هيبص فيه؟ طب كمل لي اديني من الشارع ابيات. في مشكله حقيقيه في التعامل مع المساله على انها بجد وبحق وحقيقي، مش بنقول للناس يعني ان احنا حطينا شباب، ده التوصيف. في مشكله، المشكله دي عامه، انا مش بتكلم على، حاول توصفها لي شويه. مش بتكلم على اشخاص الوزراء، خلي بالك اللي بنتعامل معاهم، انا بكن كل احترام. بتكلم عن الدوله العميقه؟ انا بكلم عن الدوله بشكلها وتفكيرها، حتى ممثله في السيد رئيس الوزراء، ان يعني كان ابسط شيء ان هو يتم دعوه الشباب اللي تعينوا دول حتى نسلم عليه نتعرف عليه. انا شخصيا ما قابلتوش ولا مره، فدي مساله جديره ان هي تحصل يعني. واعتقد لو كان يعني زحمه شغل ووقت، ادينا اهو بنطلب على الهواء عشان مش قادرين نطلب ان احنا نعمل ده. ولا تلتقوا بنواب رئيس الوزراء حتى؟ يعني مش لازم رئيس الوزراء. لا ومش لازم ليه؟ لا انا ده مثلا التقيت. لا مش لو افترضت انا في نائب في نائب لرئيس الوزراء اتصلت بيه 4 مرات وبعت له رساله ان انا محتاجك ضروري، لم ده الكلام ده من حوالي شهرين، لحد النهارده ما كلمتوش، ما تردش عليك. وفي واحد قابلته بس من غير ما اقول بقى اسماء، يعني في واحد قابلته، واحد من الثلاثه طلبت ان اقابله. هم ثلاثه في واحد دكتور زياد، دكتور زياد ودكتور حسام والفريق السيسي. في واحد انا طلبت اقابله فاداني ميعاد بعد اسبوعين وقابلته، وفي واحد من شهرين طلبته 4 مرات وبعت له رساله على الموبايل ان انا محتاج اقابلك ضروري، والحقيقه مش محتاج اقابله عشان حاجه شخصيه خالص. انا نائب وزير وحضرتك نائب رئيس وزاره، فاكيد في حاجه مشتركه ينفع نتكلم فيها اكيد طبعا، بس ده اللي حصل يعني. ما ردش لحد النهارده، مش ما اعتذرش يعني ولا قال عن الظروف. حضرتك اللي قلت بالمصادفه لحد النهارده، حتى ما ردش على رسالتي. نعم. ما ردش على رسالتي حتى. انت لسه نائب وزير. على رايك تبقى وزير بس على فكره انا بكلمك بترد عليا طبعا، انا كلمتك وانا في امريكا بقى طبعا.
استاذ خليل عليك في اي وقت. اللي عايز اقوله مشاكلنا عميقه جدا ومحتاجه ان احنا نسمع فيها الاجيال الجديده، لان الحقيقه انا اكتشفت ان الاجيال الجديده احنا واللي ورانا يعني لا عندنا افكار مختلفه. يعني انا هو اصطدمت بجهاز اداري واتكلم بقى عن الدوله العميقه بشكلها الحقيقه. الدوله العميقه دي مش شتيمه، الدوله العميقه دي يعني دوله ليها جذور، ليها بيروقراطيه معينه، ليها شكل اداء معين. انا ما عنديش اي مشكله في التعامل مع كل وكلاء الوزاره وكل موظفين الوزاره، بالعكس وبلاقي انسجام. عندي اعتراضات وعندي افكار. ما مشكلتك مع مين داخل الجهاز الاداري في الوزاره؟ لا لا ولا حد خالص، بس انا ليا رؤيه ازاي الجهاز الاداري ده يشتغل، لان الطريقه اللي احنا شغالين بيها دي غلط. هل درست عدد العاملين في وزاره الرياضه قد ايه؟ احنا عندنا 1200. 1200 بتشوف ان ده عدد مناسب ولا كبير ولا قليل؟ كبير جدا، احنا عندنا ناس مش لاقيه كرسي تقعد عليه. لا لا عندنا طبعا دول العاملين في مقر الوزاره لا في الديوان. مقر الوزاره والخارج. والخارج اه مقر وزاره جايز نكون 600 او حاجه. ايوه بس ده رحمه برضو العدد ده، نعرف وزارات عدد ضخم قوي. هتلاقيه جوه في الديوان. لا في الديوان، لا في الديوان الوزاره، لا في الديوان. لا في الديوان احنا عندنا نوادي تابعه وهيئات رياضيه تابعه زي مراكز تنميه رياضيه، عندنا شويه حاجات. المهم الرقم كبير وفي النهايه الناس مش قادره تقعد مستريحه. وانا عايز اقول لك احنا عندنا كاليبرز شاطرين جدا في وزاره الرياضه بالشباب، وتلاقي اولاد بيتكلموا لغات ويعني ومتعلمين تعليم كويس جدا ومدارس محترمه وجامعات محترمه، لكن المشكله انه بعد سنه واثنين وثلاثه غصب عنه بيتحول لموظف. لان القضيه في السيستم، القضيه في الاداره. انت اول سؤال سالتوني قلت لي مهندس، طب ما تبقى وزير التعمير. انا اقول لك ده ينفع، بس لو احنا بنشتغل بسيستم صح. تعرف فرنسا شغاله بسيستم اسمه وكيل الوزاره الدائم، وده كان حزب الوفد شغال بيه قبل الثورة وكل الأحزاب في مصر أو القيادات الإدارية. في حد هو الوزير الإداري في الوزارة اللي هو وكيل أول دائم، اللي هو وكيل أول أو بيقولوا عليه وكيل الوزارة الدائم، بس غير الشكل الهيراركي اللي عندنا بشكل مختلف. هو فعلا بيحتل قمة الهرم الإداري بشكل واضح، وبيجي بعدين فوقيه تركب فوق برنيطة كده سياسية، يبقى وزيره معاه نائب، وزيره معاه مساعدين. في النهاية يحصل هنا حلقة اتصال، لأن حلقة الاتصال ما بين القيادة السياسية والجهاز الإداري للدولة عشان تقدر تمشي العمل بفكر جديد مختلف، واخد بالك، فيها مشاكل وصعوبات كتيرة جدا. إنك يحصل دمج ما بين أفكار سياسية وما بين طريقة أداء الجهاز الإداري. كمان أنت محتاج مفوضية تخطيط، يعني لازم كل وزارة يبقى عندها زي مجلس أعلى بس بجد بقى، مش من بتوع زمان والخطط الخمسية اللي ما بتحصلش. لا ما أنا بص يا باشمهندس، أنا عايز أخرج من إطار ماذا يجب أن يكون. أنت قاعد على كرسي مسؤول الآن، والمسؤول يسأل، هو صح. اسمه مسؤول، حقك. فأنا سائل حقك. والسائل ده جاي بيخبط على بابك. ما ينفعش توصف لي مشكلات دلوقتي زي بره، يعني ما ينفعش أنت والأستاذ خالد تقعدوا بره وتقولوا ما هو كان يجب أن يكون ويجب أن يكون. أنتوا حاولتوا تعملوا إيه؟ يعني ما هو يجب أن يكون فقلت أنه يجب أنه يحصل، بس مشكلة واحد اتنين تلاتة. حاولنا أن احنا نطلب لقاء رئيس الوزراء ونقول له رؤيتنا في طريقة العمل. ليه ما قلتهاش للوزير؟ الجهاز يعني ليه ما قلتش للوزير أنا مش عاجبني واحد اتنين تلاتة وطريقة الإدارة دي غلط ولازم تنقل ده رئيس الوزراء طالما مش عارف أقابله؟ لا الموضوع ما بيتاخدش كده، لأن في النهاية الوزير منشغل بملفات محلية، يعني حاطط. أنت بتشوف الوزير آخر مرة شفته إمتى؟ لا شفته النهارده وبشوفه كل يوم طبعا، كل بشوفه يوم. على طول. لا بشوفه على طول. بص انا ما عنديش اي مشكله في التعامل مع الوزير اللي انا معاه، مشاكل صغيره ممكن تحصل لكن في النهايه ما عنديش اي مشكله، والراجل بيطلق الصراحيات. انا ما عنديش المشكله دي، انا مشكلتي في ان الدوله تنظر للشباب اللي بيشتغلوا ان هم بيشتغلوا بجد، مش جايين بروش على الجاكيت بيجملوا شكل. طب هو ده مش ممكن يوصل لرئيس الوزراء بدون ما تروح تقابله؟ يعني يبان نتاج هذا الشغل، ومفترض ان في اجهزه بتراقب فتعرف ان باسل عادل من ساعه ما دخل وزاره الرياضه عامل حجم انجاز قد كده، وده مهم قوي. مش عارف الحقيقه ان كان الـ 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 الشغل اللي بجد اللي ما يغطيهوش اعلام ممكن يوصل ولا لا في البلد هنا، مش متاكد. ويعني يعني لازم رئيس الوزراء يكون قاعد يتفرج علينا دلوقتي عشان يعرف ان انت طالب تقابله، ان في مشكلات محتاجه تدخل. انت بتسالني يعني انت لو بتشتغل في حاجات في الوزاره، في تنظيم، في خطط، في استراتيجي، لو هل ده بيوصل للقياده؟ هو طبعا الوزير عارفه، الوزير ده بشتغل معاه عارفه وموافق عليه، مفيش مشكله. لكن هل بيوصل للقياده السياسيه العليا اللي احنا بقى نتكلم ازاي نطور هذا الهيكل او نطور هذه البلد، او ازاي الشباب دول بعد كده يمكنوا بمهارتهم الحقيقيه في البلد وفي الشغل في البلد وفي الاجهزه الاداريه، هل ده بيوصل؟ لا انا اشك، يعني اشك، لان هو كمان مشغول ومفيش حد بيتابع المساله دي. يعني مثلا الوزاره دي
بيغيب عنها وزير مهم الحقيقة كان المفروض يبقى موجود، اللي هو وزير مجلس الوزراء، شؤون مجلس الوزراء. نعم. الحقيقة لأن الدكتور الببلاوي الحمل تقيل جدا عليه، وكان محتاج هذا الوزير إن هو يعمل الكونكشن مع الوزراء، يعمل الكونكشن مع نواب الوزراء، مع المساعدين، يدير هذه الملفات اللي هي الملفات البينية في العلاقات. وإن كان بيتم إدارتها بتقدير جيد، جايز هو كان يعملها بتقدير ممتاز يعني، لأن رئيس الوزراء بالطبع بيبقى مشغول. دي المسألة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. كمان في مسألة خطيرة، في قضايا عايزين نكلمه فيها، عايزين نكلمه هو احنا الوقت في دولة مركزية ولا لا مركزية. أنا عندي مشكلة أنا وخالد رهيب. أنت عارف مشكلتنا، أولا الوزارتين مرتبطين، أنت عارف إن احنا في نفس المبنى وان الوزاره دي مره كانت وزاره واحده. بالظبط، يعني مره بنكلم بعض على الداخلي. بنتكلم على الداخلي، على الداخلي. فهي كانت اسمها وزاره الشباب والرياضه. طب هل هي تستحق ان هي تكون وزارتين ولا وزاره واحده؟ دي رؤيه احنا شفناها. مثلا خالد شايف ان هي تبقى وزاره واحده، وانا شايف رغم تقل الملفات يبقى في مثلا نائب للشباب ونائب للرياض، وزير واثنين نواب. انما هي وزاره. تفرق ايه اذا كان كل وزير مش قادر يعمل الشغل اللي لا ما انا هقول لك بقى تفرق ايه. انا جاي لك في الحته دي، اديني ثانيه واحده. مساله المركزيه ولا مركزيه، انا عندي دلوقتي مديريات الشباب والرياضه اللي موجوده في المحافظات 27 مديريه. ال 27 مديريه دول بيتبعوا لثلاث جهات، المحافظ من ناحيه، وزير الشباب من ناحيه، وزير الرياضه من ناحيه، بياخدوا اوامر من ثلاثه. فما طبعا ففي لخبطه، والمتابعه الاداريه من ناحيه والمتابعه الفنيه من ناحيه. متابعته الاداريه من المحافظه على اساس انه جهاز تابع للمحافظه. ومتابعته الفنيه بالنسبه للشباب، ملفات الشباب من وزير الشباب ونائب وزير الشباب، وملفات الرياضه من وزير الرياضه. متخيل حجم المديريات دي؟ فيها 13 واحد رياضه و14 واحد شباب اللي هم مديرين المديريات، والوكلاء عكسهم. يعني ملفات ملخبطه. ملفات ملخبطه ليه؟ لان الوزاره او الدوله ما خدتش قرار. احنا دوله مركزيه ولا لا مركزيه؟ هل المحافظ من حقه ان يدير هذه الملفات بكل تبعياتها ولا لا؟ دي حاجات عايزين نتكلم فيها مع القيادات السياسيه، مع اللي بيفكر في المنظور العام. دي وجهات نظر جديده ومختلفه. احنا شايفين مثلا ان احنا يلا ناخد قرار، خلينا ناخد قرار ان مصر دوله مركزيه لمده 10 سنين، وفي العشر سنين بعمل خطوات عشان احولها الى دوله لا مركزيه. بس يبقى واضح قدام، ابقى شايف، بس ابقى شايف، ويبقى الموظف عارف هو فين طبعا. لان الدنيا تايهه. ده ملف من الملفات. ففي حاجات الحقيقه كتير عندنا رؤيه فيها. هنا الوزير مش 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 ملفاته، دي مش ملفاته. وبعدين احنا لغايه امتى ننقل ونرفع للاعلى؟ احنا كمان لينا صوت وعايزين نتكلم، يعني عايزين نوصل وجهه نظرنا المدعومه النهارده بالتجربه. بالتجربه. طيب انا شايف التجربة. خالد ماسك ورق، ده هطلع فاصل عشان بعد الفاصل محتاج ادخل اكتر ثوار على مقاعد الحكم. شايفين ان الحكومه دي حكومه ثوره، حكومه تغيير، ولا المساله صعبه؟ ولازم اروح طبعا للشباب، ولازم اروح للرياضه، ولازم اشوف التنسيق في الرياضه، المدارس اللي ما فيهاش ملاعب، العيال اللي ما عادوش بيلعبوا اي حاجه، والالترس حد اتكلم معاهم. خالد عبد العزيز الاقرب اليهم سنا الثوري طرح رؤيه في وزاره الشباب، ازاي نقعد مع دول، وازاي نجيب حقوقهم، وازاي نقول لهم انتوا صح وغلط. هل هو بيتكلم مع حد، ولا قاعد لوحده بيكلم نفسه في مكتبه، او بينط من فوق الاسوار؟ نلتقي بعد الفاصل. هسيبكم مع تقرير عن الكاتب الكبير، ربنا يشفيه، الأستاذ صبري موسى، الكاتب والروائي، الكاتب الصحفي والروائي، اللي صدر قرار بعلاجه على نفقة القوات المسلحة عشان وزارة الصحة غايبة برضه. كل حاجة زي ما قلت لكم، مشكلة الداخلية غابت. الحقيقة ده دور وزارة الثقافة. نعم. كان لازم وزارة الثقافة اللي تنوه. دور وزارة الثقافة. ترى دي اللي تقول. رواية فساد الأمكنة، الفساد كتير عندما تتأخر في قرار. صبري موسى اسم كبير وعيان من زمان ما حدش ليه دعوة. بس لازم واضح إن كلنا لازم نفضل نطالب الجيش ونسقف للجيش وكل اجهزه الدوله زوم تنام. التقي بعد الفاصل. سقط الكاتب صبري موسى في منزله مغشيا عليه. توجهت اسرته الى مستشفى قصر العين الفرنسي لعلاجه من كسور مضاعفه. اكتفى المستشفى بتكبيس ساقه دون ان يستكمل علاجه، فتدهورت حالته الصحيه. حادثه شغلت الوسط الثقافي طوال الايام السابقه، وخرج اتحاد الكتاب ليناشد القوات المسلحه لعلاج الكاتب الكبير على نفقتها الخاصه، فاسرع الفريق اول عبد الفتاح السيسي استجابة وصدق على علاجه بمستشفى الحلمية العسكري للعظام.
صبري موسى علم من أعلام الصحافة والأدب المصريين، ولد بمحافظة دمياط عام 1932، عمل مدرسا للرسم لمدة عام واحد، ثم صحفيا في جريدة الجمهورية، ثم كاتبا متفرغا في مؤسسة روزا اليوسف وعضوا في مجلس إدارتها. كان موسى أيضا عضوا في اتحاد الكتاب المصريين والعرب، وعضوا في نقابتي الصحفيين المصريين والعرب، ومقررا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة. فساد الأمكنة هي الرواية الأشهر للكاتب الكبير، ولكنه كتب العديد من الأعمال الروائية المعروفة والتي ترجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية، مثل حادث النصف متر، مشروع قتل جارة، قلوب تتوجع، في الصحراء. لم يقتصر إبداع صبري موسى على القصة والرواية، لكنه امتد إلى كتابة سيناريوهات الأفلام، فقدم إلى السينما المصرية أفلاما من العلامات مثل الشيماء، البستجي، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس. ما تعرض له الكاتب الكبير صبري موسى فتح ملف الإهمال الطبي الذي يعاني منه المصريون، وهذا ما أثاره اتحاد كتاب مصر الذي طالب بأن تكون معاملة أي مصري معاملة إنسانية ومتحضرة. الدكتور جابر عصفور قال: لا يوجد مكان في العالم يمنع مريضا من دخول مستشفى وهو في حالة حرجة، فما بالك بأديب بحجم صبري موسى. أما الشاعر سمير درويش فقال: صبري موسى سيجد من يهب لمؤازرته عند كبار المسؤولين في الدولة، فمن سيؤازر المواطنين الفقراء؟ سؤال مشروع يتمنى العثور على إجابة. أهلا وسهلا بحضراتكم، واصل حواري مع ضيفي العزيزين المهندس باسل عادل مساعد وزير الرياضة، والأستاذ خالد تليمة نائب وزير الشباب. الورق والأصفر واللي انت عامله كده بقيت خلاص انت كده في الوزارة بالفعل. يعني الورق والملزوق فوق كده وتلاقيك ملخص الورقة وخلافه. انت بتشتغل كم ساعة؟ يعني مش كل يوم زي التاني، بس متوسط يوميا من 10 ل 12 ساعة. بتقعد في مكتبك قد ايه؟ لا مش كتير والله. مش كتير؟ لا. بتروح فين؟ بروح زيارات لمراكز الشباب وكده. انت كان ليك زياره وشفناك بتنط من فوق السور وحاجه. لا دي كارثه، مراكز الشباب دي كارثه. ده كان مركز الشباب فين؟ المركز اللي فيه اي واحد اللي انت نطيت من على السور ده فوق. مركز شباب الحسنيه. ده في الشرقيه. طوخ؟ لا مش الحسينيه. الحسنيه. ما هو مصر فيها حاجات كتير شبه بعض. مركز شباب الحسنيه، طوخ، اليوبيه. ده رحت لقيته مقفول؟ لا مش مقفول. امال ايه؟ رحت لقيته مفتوح، في موظف واحد، المجاري ضربه في المركز كله اهو اللوحه بتاعته. ده مركز شباب الحسنيه، ده انا فوق السطح بقى. دي انا كنت فوق السطح. ليه طلعت فوق السطح؟ اقول لحضرتك ليه. لما انا رحت اهالي المنطقه اتلموا على المركز وقالوا لي هو بس الفكره هنا ايه؟ انه انا اصلا كان عندي زياره للاليوبيه مركز العمار محدد ليها الساعه 1. انا بحب موضوع زيارات المفاجاه ده، فدي محدد ليها الساعه 1 والناس كلها عارفه ان انا رايح. الساعه 11:30 كنت في طوخ مركز شباب الحسنيه ده ما حدش يعرف ان انا رايح. فلما رحت الاهالي اتلموا وقالوا لي اول يوم يتفتح هذا المركز من 3 شهور. هو تقريبا لانه الناس عارفه ان انا جاي الاليوبيه، فقالك تحسبا لا ينط في اي حته فنفتح المركز، يمكن يعدي. وانا معروف عني الحركه دي، يعني معروف ان انا بقى ايه، بروح زيارات مفاجاه وكده. فالاهالي اتلموا قالوا لي، جزء بقى من شكاويهم قاعدين يقولوا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، فقالوا لي وكسروا السقف. ليه كسروا السقف؟ قالوا لي ده المركز صدر وقرار ازاله من 3 سنين، فعشان يتقفل، عشان يقفلوه، لانه قرار الازاله ما تنفذش، فيا تفتحوا يا تقفلوا. فقالوا لي عشان يقفلوه فكسروا السقف. فين يا جماعه ده؟ فوردوني، فمش عارف. قلت لهم طيب، فرحت طالع على السطح، يعني في ترابيزه محطوطه كده جنب الحيطه، فطلعت على الترابيزه ورحت ناطط فوق السطح. بصيت طبعا اكوام زباله، خلي بالك اكوام من الزباله فوق سطح مركز الشباب، وهو دور واحد ده.
وفعلا السقف متكسر ومش واضح خالص. انا مش خبير انا مش بتاع هندسه بس مش باين لي خالص ان ده السقف اللي واقع لانه المركز بيقول ان السقف واقع. انه مش باين لي خالص ان السقف واقع, باين لي انه فعلا متكسر. انما احنا يعني لجنه هندسيه اللي تقول الكلام ده مش انا بس. فبصيت كده وطبعا البتاع كله مجاري وشيء كارثي. رئيس المركز كان موجود؟ لا خالص, فيش غير موظف واحد. محدش جه؟ واحد. طلبت بعتوش جابوه من البيت؟ لا يعني. طلبنا مدير المركز, الموظف طلب مدير المركز قال له ده نائب الوزير هنا. طب انا جاي. فضلت قاعد تقريبا ساعه ما جاش, واقف مع الاهالي بقى وبدردش معاهم وبتكلم معاهم على امل انه يجي. ما جاش طبعا. ما جاش. هو المركز ده اللي التقيت الادوات الرياضيه في الثلاجه. بالظبط بالظبط. طب ما الراجل بيحافظ على الحاجات السليمه طبعا. هو صحيه يعني عشان بتبص. ايه القرار اللي خدته؟ القرارات حاله كل الموظفين للتحقيق, كل الموظفين بتوع المركز للتحقيق, لانه في حاجات بقى تموت من الضحك. انه احنا قافلين, بيقولوا لي احنا قافلين المركز ما بنفتحوش. طب فتحت ليه النهارده؟ لا اصل فتحنا ومش مفيش رد واضح. وبعدين نجيب الورق بتاع الحضور بتاع النشاط نلاقي فيه نشاطات معموله. طب انت قافل ازاي بقى 3 شهور وعامل نشاطات على الورق؟ في كوا يعني في حاجات كارثيه الحقيقه. والحقيقه عشان قبل ما اطلع من النقطه دي بس, شباب كتير جدا بيكلموني في التليفون وعلى فيسبوك, وشباب كتير جدا بيقولي المكتب. النهارده كمان في قرار, مجموعه شباب جابوا لي ورق من اسبوعين, بس عايز اقول لهم لانه اكيد بيسالوني كل يوم. مركز شباب المحله النهارده جالي التقرير بتاع اللجنه اللي انا يعني كلفتها تروح تراجع الاوراق والحاجات. والحقيقه التقرير عظيم جدا, فبما انه عظيم يعني فان شاء الله للزملاء في مركز شباب المحله استبعاد مدير المركز. يعني اول مره اقول الكلام كويس. استبعاد مدير المركز وحاله كل الموظفين للشؤون القانونيه وتطبيق الماده 45 من لائحه مركز شباب محل مجلس الاداره. ايه اللي في المركز شفته يا استاذ؟ لا يعني لا, هو طبعا مش معايا الملف دلوقتي. الملف طبعا كبير جدا, في بعض المخالفات الماليه والاداريه كبيره جدا. ارسلنا لجنه التفتيش المالي والاداري من الوزاره مش من مديريه الشباب, لانه جزء من شكوى الناس اللي جايين انه المديريه احنا اشتكينا لها كذا مره وما عملتش حاجه, مديريه شباب والرياضه في الغربيه. فارسلنا لجنه من الوزاره وده القرارات. يعني مفترض ان شاء الله الوزير يرجع هيأشر عليه, يرجع من لازم الوزير يأشر عليه. القرارات دي لازم الوزير يأشر عليه. ده جزء من فكره الاختصاص. بالظبط. اول مره اقعد مع نواب ووزير ما حدش يقول لي, وزي ما قال السيد الوزير وتعليمات سياده الوزير و الفكر الجديد النقدي. الناس بتيجي تتكلم تقول احنا ورطنا تلك مش يعني لو ثقيلة لو عملنا كده يبقى مش ما حصلش حاجه خالص, مش هنطلع خطوتين قدام الحقيقه. عايز اعمل تشريح اكتر شويه. وزاره الرياضه في مصر معنيه بالرياضه, وعندنا في مجتمعنا نسبه اكبر هي الشباب. قاعد على مقعد الوزير واحد يعني قريب من مرحلة الشباب, لأن احنا تعودنا الوزراء سبعينات وثمانينات وحاجات كده, فالدنيا بخير يعني. لا كابتن طاهر أبو زيد شباب ورياضي وراجل متفاعل مع الناس وقريب, وجاله نائب وزير شاب بيقعد مع الناس سياسي كله. ايه اللي اتغير يعني؟ ازاي ممكن نحل مشاكل الرياضة في مصر؟ شايف الجهاز الإداري في مصر بالشكل الحالي يقول ان مصر هتتغير وهنقدر نغير خلال سنين قريبة, ولا المساله شديده التعقيد؟ لا بالقطع الاجابه لا. انا عايز اجاوب على نفس السؤال لما اخلص يعني. بسالني نفس السؤال. طيب ماشي. بالقطع الاجابه لا, وبالقطع الحل مش الاحاله للنيابه ولا توقيع العقوبات, لان احنا عندنا ملفات كتيره بنوديها النيابه يوميا. بس مش ده الحل. شيء صحيح. نيابه اداريه وشيء, فبالقطع احنا عندنا مشكله. وبالقطع احنا لازم نفهم ان الدوله مدير فاشل. ان الدوله لا تدير مؤسسات بتقدم خدمة بالشكل ده, لكن الدولة تراقب وتدور على البعد الاجتماعي اللي بيطلع من جوه هذه المؤسسة. فكرة ان انت لما تيجي تتكلم كده يبتدي يلاقوا منك يقول لك الله احنا رايحين على ملف الخصخصة, ها كلام بتاع زمان. لا مطلقة. ولكن الدولة تقدر تتعامل بشراكة مع القطاع الخاص وتطلع كل حاجة كويسة, تطلع فكرة صيانة المنشأ, تطلع عائد استثماري, وتطلع عائد يديها البعد الاجتماعي اللي هو خدمة المحتاج واللي هو دور الدولة الأساسي اللي بتأديه للمواطنين. الفكرة إزاي تعمل البروتوكول ده أو العقد ده, وإن هذه المنشآت والمؤسسات, وأنا شغال على ده في الوزارة دلوقتي, فكرة الشراكة. يعني إحنا هنعمل سلسلة مؤتمرات
اللي مش مؤتمرات من بتاعه زمان واللي هي التورته والكيك لا، مؤتمر تنفيذي بيطلع شغل مدروس يطلع منه مؤشرات وتوصيات هنشتغل عليها، وقبل ما هنطلعها نبقى عارفين حدودها فين رايحه فين وجايه منين. فكره انك تدي منشاتك اللي هي هايله، لان لا احد يمتلك قوه الدوله، ودي حاجه انا لمستها يا استاذ خيري عشان نقول الحلو والوحش. الدوله قويه بس ازاي تستخدمها، الوزارات قويه بس ازاي تستخدم يعني ايه قويه؟ قويه يعني انت عندك باور، مفيش حد يقعد في موقع المسؤول ويريح كتافه كده ويقول اصل انا مش قادر اصل انا مش عارف اصل الفساد. الكلام ده كلام يعني لو في وزير عايز يغير فساد موجود في وزارته او في الجهات التابعه ليه يستطيع ان يفعل؟ جدا جدا جدا، بس مش بالاحاله للنيابه ولا بسجن الناس. طبعا دي ملفات تحصل انا مش ضدها يعني، لكن انت عايز تفكر هي الناس دي ليه عملت كده، مش ازاي انا دايما عمال استسهل واعاقبهم وحول ملفات للنيابه واقفل منشات مخالفه، والمتضرر هو الوطن في كل الاحوال. حتى النيابه متضرره بالملفات، ملفات النيابه الاداريه دي بتوصل حاجات قد كده، مخالفات رهيبه جدا. ففكره انك ازاي، طب تعال نحرر هذا السوق. يعني انا مثلا في وزاره الرياضه لاول مره طول عمر الناس معاها بضاعه عايزه تسوقها مش لاقي حد يشتريها، انا في وزاره الرياضه عندي البضاعه دي تخيل، وعندي الـ الناس اللي هتشتري البضاعه بس عايز اشغلها. عندك ايه البضاعه؟ يعني عندي مثلا مراكز تنميه رياضيه، عندي 200 ملعب مفتوح متوزعين على كل مصر، ملاعب كبيره جدا وتقدر تعمل فيها انشطه. ازاي انا كوزاره الرياضه اسند هذه الملاعب لشركات اداره رياضيه مش موجوده في مصر، ده سوق عايزين نخلقه. زي هيلتون وشيراتون في الاداره الفندقيه، هو بيعمل ايه شيراتون وهيلتون؟ بيجي ياخد المنشا بتاع الاوتيل ويدوره، وانت بعد 10 سنين كمالك تقدر تسترده وتديه لحد تاني، وانت بتدي له المبنى بتقول له انت هتجيب المعالق والشوك بتاعتك وهتعمل لي صيانه وهتدهن العماره وخلي بالك لو جم 10 انا هبعتهم لك بدل الليله ب 500 جنيه انا عايزك تنزلهم الليله ب 100 جنيه. تعمل معاه عقد كامل يوضح فين صلاحياته وفين، وفي الاخر هيطلع لك عائد استثماري. فكره اداره منشات الدوله، وهرجع تاني للعنوان الكبير، ان الدوله مدير فاشل، وان ده اللي احنا ورثناه ومش عارفين نتحرر منه من عهد عبد الناصر. والحقيقه اللي جم على الجو بملفات خصخصه، يعني بدل ما كنا شمال خالص فترمينا وداك السكه الثانيه يمين خالص، فبرضه مدمره، فبقى عندك عمال بيقفوا عشان حقوقهم في كل المصانع وكل الاماكن. هي الفكره في ده، ازاي الدوله تاخد دورها انها مودريتور، بتدور الملفات ماسكه خيوط الماريونيت، بتستخدم قوتها في بنيتها التشريعيه وفي قوه وزاراتها، وازاي تعمل ده. عايز اقول لك حاجه تانية يا استاذ خيري ومعلش هتتصدم منها، واحنا بقى بتوع الثوره وكده، الاجهزه الرقابيه في الدوله شلل البلد. الاجهزه الرقابيه شلل البلد، عندك عدد كبير جدا مفيش دوله فيها هذا العدد من الاجهزه الرقابيه، شلل البلد. انا ليه شلها يعني؟ من اكثر الدول اللي فيها فساد على فكره، وبرغم من اكثر الدول اللي فيها فساد اكثر من كده. يعني في اجهزه رقابيه كتير جدا المفترض يبقى نسبه الفساد قليله جدا. الحقيقه ان نسبه الفساد عاليه جدا. عارف جدا. حجم العلاقه بين المسؤول في مصر وقلمه عشان يوقع قد ايه؟ علاقه يعني بتاخد وقت طويل طبعا، وتفكير وشجن ومحايلات عشان يمضي على ورق. عندك مشكله. انا عايز اقول حاجه، انا اسف يا باسل، جزء له علاقه بالاجهزه الرقابيه. في ازمه كمان في موضوع الاجهزه الرقابيه دي، انه مندوب الاجهزه الرقابيه دول اللي المفترض ماسكين الوزارات والمؤسسات وبتاع، الحقيقه انه بتنشا بينهم وبين العاملين والموظفين علاقه صداقه، علاقه صداقه وبتاع، وعلاقه مصلحه. ده بقى بالتجربه. ازاي بقى بالتجربة؟ لا ما هو ده ما يتقالش بقى، مش وقته. ليه وقت؟ يتقالش. ليه وقت وما يتقالش في التلفزيون. انما بتنشا علاقه مصلحه وعلاقه صداقه ويعني حاجات، ودي ازمه كبيره جدا. شوف عليك بتقول لي عدد الاجهزه الرقابيه قد ايه، طب شوف حجم الفساد قد ايه وانت تعرف بتعمل ايه الاجهزه الرقابيه. ليه؟ طب انا هقول لك مشكله مهمه. ركز لي. مين في مصر بيخلص مصلحه من غير رشوه؟ ان استنى يا خالد شويه. اتفضل يا استاذ. ايه ده خالد؟ كده صلي على النبي. الجزء كبير من الوزارات ما بيلحقش يصرف تمويله يا استاذ خيري، فلوسه في بلد فقيره. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندك مثلا تمويل الوزاره واي حاجه 100 مليون تخلص الخطه دي، خطتك السنه دي، فتيجي اخر السنه ما انتش عارف تصرف غير 20 بس، وال80 قاعدين في الخزنه. قول لي بالله عليك، وانت اساسا مش عامل حاجه، ما انت خربانه وانت عايز تشتغل وعندك حاجات كتيره تصرف فيها وعندك مشاكل عشان خايف تمضي المعوقات الاداريه.
الايدين المرتعشه الحقيقه الناس بصلها تقول لك حكومه الايدين المرتعشه، لا ده باباك ايده مرتعشه واخوك اللي قاعد على المكتب هو اللي ايده مرتعشه. ما تبصش لراس الدوله او راس القياده السياسيه النهارده وبتلومه على رواسب محتاجه حلول من تحت، الناس ما بتمضيش. عايز اقول لك كمان مساله مهمه جدا، البنيه التشريعيه عندنا، البنيه التشريعيه، الاجهزه الرقابيه، الدوره المستنديه في مصر، مسائل عايزه الناس تقعد تتكلم فيها. صحيح، لان المساله كلها مقيده. العلاقه اللي بيتكلم عليها خالد دي علاقات موجوده في كل الوزارات، موجوده. انت بتعاني في ايه من الاجهزه الرقابيه انت كنائب وزير؟ اذا كان انت عندك الوزير هو اللي بيمضي فشايل عنك خلاص. طبعا الوزير هو اللي ممكن ايده ترتعش يقول لك لا اللي انت بتعمله ده يوديني بداهية، انا مش همضي يا عم لما ابعت الشؤون القانونيه وتبقى تقول لي امضي. انا عندي ان حلمي ورؤيتي واللي انا بدور عليه اعمله مش عارف اعمله، لان انا ادواتي هم الموظفين اللي خايفين كلهم، اللي هو بيمضي بناء على قواعد او على انه ازاي يتحايل على هذه القواعد، كله بيشتغل على كده. وده اصبح شيء يعني بيعول عليه مهارة الموظف في مصر، مش انه يمشي على القواعد، ازاي يكسرها وما يكسرهاش، ازاي يتعامل معها. احنا عمالين طول الوقت بنضحك على نفسنا وبالداري، اصل دي حكومة انتقالية، اصل دي حكومة مش عارف مين، اصل ده كلام فاضي، ده مش هيبني البلد. بس انا تهت، بمعنى انا مواطن قاعد مع بس خلي بالك انا عايز اجاوب على نفس السؤال. حاضر، هرجع لك ليه، بس هي اصلها جزء مهم قوي اللي قاعد اتفرج علينا. انا قاعد مع نائبي، نائب لوزير الشباب ونائب لوزير الرياضة، عندنا مشاكل كبيرة في الشباب والرياضة، الناس عايزة تسمع انتوا غيرتوا ايه وهتعملوا ايه عشان نقول تجربة الشباب تجربة مثمرة بالفعل. انتوا شايفين انك هتقدر تعمل حاجة للشباب؟ حضرتك شايف هتعمل حاجة للرياضة؟ يعني هتنعكس فالناس هتلعب، ولا هغرق في تفصيلة المشكلات الداخلية وتصرف لاعب الكونغ فو وهنا المراكز الشباب المقفولة عند خالد وتظل المساله مش بس مقفوله، لا ده مقفوله ومنهوبه. لا ده لا، وفي كارثه اكبر بتضرط الشباب. يعني في حمله اسمها المحليات للشباب، مجموعه شباب مستقلين جدا شافوا ابعد مننا شويه، مننا كلنا، وقال لك المحليات اللي جايه بعد كام سنه دي لازم يبقى اغلبيتها شباب. فبقوا يكتبوا على الحيطان المحليات للشباب، المحليات، حمله المحليات للشباب. فجيت في يوم كتبت على فيسبوك عندي يا جماعة في حملة اسمها المحليات للشباب، لو سمحت حد يوصلني بيهم، وصلوني بيهم. عملت معهم قاعدة في الوزارة واتكلمنا، وأنا شايف إن ده جزء مهم جدا في وزارة الشباب إن هي تتبنى مبادرات الناس دي. تمام، يعني إذا كل واحد عدى من قدام وزارة الشباب قال ده بيتي أنت نجحت، إذا كل شاب يعني صحيح عدى من قدام وزارة الشباب أو من قدام مركز الشباب حس إنه بتاعه يقدر يدخل وهيقابل أنت نجحت جوه. خلاص أنت نجحت، صحيح أنت نجحت. يعني انا رايي هو ده النجاح الحقيقي لوزاره الشباب، لان وزاره الشباب ما عندهاش مش الاسكان او مش الصحه، انت كله، انت في الشباب العرض، انت اهم وزاره. اقسم بالله انا مش بقول ده لان انا وزير شباب، لو يعرفوا قيمه وزاره الشباب دي وايه اللي ممكن تعمله وتغيره في البلد لتبقى من اهم الوزارات اللي موجوده في البلد، لازم تبقى اهم. ايه اللي منعك؟ لا اللي منعني حاجات كتير، انما خليني بس ارجع لدي. فنعمل مؤتمر صحفي وخدت الشباب وقعدنا اتناقشنا كتبنا المشروع، يعني هم كاتبين الناس، وقعدنا اتناقشنا واتفقنا طب انتوا عايزين مننا ايه، هنعمل كذا، طيب اوكي خدتهم ودخلنا للوزير، والوزير الحقيقه رحب جدا بالفكره، وعملنا مؤتمر صحفي انه وزاره الشباب هذه حمله مستقله تماما انما بتدعم هذه المبادره الشبابيه. والوزير قال كلمه وانا اتكلمت والشباب اتكلموا وقلنا لهم انتوا حمله مستقله، كل اللي احنا نقدر نقدمه لكم الدعم المعنوي واللوجيست اللي انتوا عايزينه. عايزين ايه؟ قالوا عايزين بعض مراكز الشباب في المحافظات نعمل فيها لقاءاتنا، نتدرب فيها، يعني نتدربوا فيها بعض على الشغل المحليات وازاي يبقى الشاب يبقى عضو محليات. صحيح. عضو محليات ده هو بتاع التفاصيل بقى، بتاع المجاري وبتاع المواصلات وبتاع الميه وبتاع، هو بتاع التفاصيل والمش عارف ايه اللي ضربت والعمدان بتاع النور المكسره، ده بتاع المحليات الحقيقه. يروحوا مركز شباب، انا بحكي لحضرتك بقى واقعه حصلت. راحوا الشباب مركز شباب، فداخلين قالوا له احنا حمله المحليات للشباب وبتاع، والوزاره بتطلع هذه الحمله واحنا بس عايزين نعمل دوره تدريبيه. امشي ياد منك ليه من هنا. خلي الوزاره تعمل، عارف وصلوا لحد ايه يا استاذ خيري؟ انهم طلعوا تليفون من اللي عليه انترنت ده، طلعوا التليفون وطلعوا له المؤتمر الصحفي من على اليوتيوب، يقولوا له ده هو الوزير وهو نائب الوزير واقفين معانا في المؤتمر عشان يرى. يقول له يا باشا ما جاليش ورق، قال له كده بالنص. ايوه قال له كده بالنص، خلي الوزير يبعت له ورقه وانا اشيلك على راسي. طب تخيل حضرتك ممكن تعمل ايه؟ تبعت ورقه
اه هنعمل كده. اه طبعا هنعمل كده. بعتنا ورقه فعلا. بعتنا ورقه طبعا. القصد يعني ما هو موظف عايز يعمل حاجه ورقيه عشان ما تحاسبوش وتقول له هو انا بعت لك. انما حضرتك بتتكلم بقى على وزاره الشباب او بتتكلم على الشباب وازاي ايه الدور اللي ممكن تلعبه وزاره الشباب في المساله دي. انت عندك مراكز شباب من واقع يعني اللي انا رصدته في الفتره اللي فاتت دي. مراكز الشباب طرده للشباب مصدر للتدخين وفي طبعا مش بتكلم على الكل في مخدرات بتكلم على نسبه طبعا بتكلم على نسبه. صالات افراح عظيم جدا صالات افراح وانا مش ضد انك تدور على مصادر تمويل بس انا ضد ان يبقى المركز كله تلخص صالات افراح مش ممكن. معظم مراكز الشباب معظم قلبت صالات افراح مش ممكن يعني ما انت هتلاقي ما هتلاقى اي نشاط بالظبط ومحدش عارف بقى ايه الدور ده للرصد. ايه بقى اللي احنا بنحاول ندور عليه؟ انه مركز الشباب يبقى مكان المكان التنويري بؤره النور في مكانه يعني يبقى مركز لتبني مبادرات الشباب يعني بدل ما بتاع المحليات للشباب ده يجي لنا ده يروح على مركز الشباب يلاقي الموظف ومجلس الاداره بيحتضنوه بيقولوا تعالى يا استاذ خير انت عارف بعض مجالس الادارات عشان تفضل مسيطره على مراكز الشباب بتعمل ايه؟ بترفض اي عضويه جديده يعني هاك تروح تقول له انا عايز اعمل عضويه حاضر ان شاء الله بجي لنا الموافقه الامنيه عشان ابقى عضو في مركز الشباب عارف ليه؟ لانه الجمعيه العموميه اللي هو عاملها ابن خالته وابن عمته وابن مش عارف مين عشان لما تيجي الانتخابات يجيب برضه ابن خالته وابن عمته اللي هم الجمعيه العموميه عشان ينتخبوه هو عشان يفضل في مجلس. بتعمل ايه انت هو راصد مشكلات بتعمل ايه خططك وايه اللي منعك بتتصادم مع مين منعك؟ لا مش حد منعك. رقم واحد الاختصاصات المرصوده ليا انا في رايي انها مش اللي هي انت ما قلتها ليش مش كافي. لا هي يعني مثلا ممكن اقراها بس في الاخر هقرا وبعدين اقول المجمل بتاعها. لا المجمل لك بايه؟ لا المجمل بتاع كلام عام انا رايي كده وقلت ده الحقيقه يعني انا اللي هو ايه؟ اللي هو الاشتراك في وضع وتنفيذ خطط رعايه النشأ والشباب، العمل على نشر الثقافه الشبابيه، الاشراف على وضع وتنفيذ خطط اعداد وصقل وتنميه الكوادر الشبابيه مش عارف ايه، العمل على تدعيم البنيه قاعد انت تثقل طول اليوم كلام عام جدا انما الواقع بيقول ايه؟ انت اللي خلقت انا بقى للاسف المشكله ان انا كنت شايف اتكلم بس خلاص انا خلاص انا يعني انت دخلت انا دخلت الواقع بيقول ايه؟ ان انا ببقى قاعد في البيت مثلا بقرا قرارات وزاره الشباب على الشريط زي حضرتك ده الواقع يعني بقرا قرارات واخدها الوزاره وانا نائب وزير على الشريط بتاع الاخبار ان وزاره الشباب قررت مش عارف ايه او بتاع زي حضرتك يعني انا اسف ليه تقراها؟ وليه اقراها صح؟ ليه ده الواقع الحقيقه الواقع بيقول انه الان يعني بس خلاص لانه احنا بنقول بقى وانا كنت ناوي اقول الكلام ده بعدين يعني في 30/11 برضو لا ما انا عايزين مش هنستنى 30 وخلاص الان مثلا بيتعمل تفويض للمدير التنفيذي للوزاره اللي هو جديد هو طبعا مش جديد هو كان وكيل وزاره والمدير التنفيذي طالع معاش فجي مدير تنفيذي وهو راجل محترم جدا انا ما عنديش ازمه انما بيتعمل له تفويض الان يخلي توقيعه هو بعد توقيعي بمعنى ايه انه وده يعني ملهاش علاقه بقى بالسن وملهاش علاقه يعني مالكش اعتماد عند الوزير غير لما دايما لا بالعكس بيتم تفويضه باختصاصات الوزير يعني انا مثلا في حاجه اسمها اختصاصات للكلام العام جدا وفي حاجه اسمها التفويض انا مفوض بايه اقول لحضرتك انا مفوض بايه خلاص بقى هي العمليه باظت وايه ما باظتش ولا حاجه انا مفوض بايه لا اصل انا كنتش ناوي اقول دلوقتي بس أيوة. يعني بما اني خلاص انا قلت انا مثلا مفوض بايه اعتمادات الحجوزات او الغاءها اللي هي حجوزات المدن الشبابيه وبتاع دي يعملها مدير عام يعني او وكيل وزاره على اكثر تقدير وسداد قيمه الفواتير الخاصه بالكهرباء والميه والتليفونات والغاز انت داخل في الفلوس يعني لا خلاص ده كلام فاضي ده أيوة. فواتير ميه وكهرباء وغاز وبتاع ب 200 جنيه و 300 جنيه وحاجات كده انا طلبت من الوزير تفويض كده قلت له انا محتاج تفويض لانه في ازمه حقيقيه اسمها انه في مذكرات كتير جدا متعطله والحقيقه احنا محتاجين الدنيا تمشي يعني فمحتاج تفويض فقال لي عايز تفويض في ايه فقلت له لا حضرتك الوزير واللي ترى مناسبا تعمله فعمل التفويض في ده هو شايف ان دي قدراتي امضي على الحجوزات بتاع المدن الشبابيه والفواتير الكهرباء والميه وبتاع بعض الزملاء في الوزاره قالوا لي دي اهانه ليك ما تقبلش الكلام ده نصا كده قلت لهم لا ليه قلت لهم لا هو الوزير وهو شاف ده خلاص اوكي وسكت لما استنى والاقي تفويض بيتعمل دلوقتي للمدير التنفيذي اللي الوزير معينه وانا معيني رئيس الجمهوريه اوقع على فواتير ميه وغاز والمدير التنفيذي اللي معينه الوزير يوقع على مذكرات النشاط
مذكرات النشاط اللي هي الحقيقه رؤيه الوزير ونائبه اللي هم بتوع السياسه بقى اللي هم جايين عشان يقولوا ده. فانا اقول على المذكره بتاع النشاط مثلا ان انا ارى 1 2 3 4 وتروح المذكره دي للوزير المفروض يبقى اخر توقيع بعدي، لا تروح للمدير التنفيذي يبقى اخر توقيع بعدي يكتب نوافق يوافق ولا ما يوافقش؟ ممكن ما يوافقش طبعا لو خد التفويض، يعني هو اللي معاه الصلاحيه. ده كلام مش ممكن. وبعدين تقول لي بترجع ده لايه؟ لا انا بقول لك انه قلقان عليك لانك لا لا لا, لا 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 انا افهم انه قلقان عليا في الفلوس افهم انه قلقان عليا في موضوع العاملين، يقول انت ممكن تكون متهور فتعمل حاجه افهمها، انما في النشاط ما افهمهاش. قلقان عليا بروح اقعد في بيتنا لما المفترض مذكره النشاط مذكرات النشاط اللي المفروض هي الرؤيه السياسيه بقى للوزير ونائب الوزير اللي هو المفترض منصبين سياسيين جايين عشان يعملوا تغيير في النشاط وغيره، لما يوكل هذا الاختصاص لزميل موظف في الوزاره، طب امال لما انا اقابل الناس ويحاسبوني اقول لهم ايه؟ اقول لهم اصل الموظف ما وافقش. انت فاهم حضرتك الفكره؟ هل رجعت الوزير اتكلمت معاه؟ لا في دي لا. في دي ليه بقى ما اتكلمتش؟ لاني زهقت من الكلام. انت كلمت كتير وما لا زهقت طبعا لا زهقت طبعا لا انا بقالي تقريبا اسبوع بفكر تفاوض هو باسل عارف انا يمكن ما كناش متفقين ان انا اقول الكلام ده هنا النهارده بس باسل عارف انا قعدت مع باسل وكلمت معاه فكر في الاستقاله طبعا بقالي اسبوع بفكر جديا في الاستقاله من ساعه ان شاء الله مش هيحصل لا 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 من ساعه ما جالي التسريب التفويض تسريب التفويض طبعا من ساعه ما جالي تسريب التفويض انا بفكر جديا في الاستقاله بس بعض الزملاء زي باسل مثلا قال لي لا اذا توقع التفويض يبقى خد موقف بس استنى لما تشوف بس مش الاستقاله لا طبعا هيبقى هروب برضه لا هروب ازاي اذا كانت معركه مع الدوله العميقه يا الاستقاله يا اما اقعد طرطور انت تقبل اقعد طرطور لا ولا اقبل انك تستقيل هقبل ان انا اطلع فاصل الحوار سخن هناخد تليفوناتكم كمان بعد الفاصل لمن يريد ان يشاركنا هذا الحوار لسه ما اتكلمتش عن الالتراس هرجع للمهندس باسل عادل الالتراس قضيه شائكه جدا ما بين الوزارتين صحيح يعني الاثنين جزء هم طالعين من الرياضه واصلهم شباب او اصلهم شباب ورايحين للرياضه يعني هي المساله معضله الشباب دول قوه رهيبه وهم اللي هيغيروا البلد دي وصدقوني ممكن يغيروها للاحسن ممكن ياخدوها للاسوا بس انت تبقى السبب صح كده برافو عليك نلتقي بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى الحوار في الفاصل ممتع والمهندس باسم بيحاول يهدي خالد ويقول له حلو كده بس استنى في حاجات كتير طب على فكره كتير. انا بس عايز اقول حاجه احنا انا مش متعصب فعلا الناس فاهمه غلط لا تعصب ايه احنا بنتكلم عن الدوله بالزبط. المصريه اللي عايزينها تتغير وبهدوء شديد جدا عشان الشباب زمايلنا هنا في الاستوديو مفكرين ان انا اتعصبت وهم زعلانين جدا على التجربه ولا حد يضايق نفسه ومش عايزين نحبط اصلا لو انا استقلت بكره هروح استعيد الانتخابات مجلس الشعب ليه الفكره لا لا يعني اقصد ليه مش نغير لا بالظبط لا انا بعديش يعني ليه المهندس خالد عبد العزيز لو شايف ان هناك قرار خاطئ يرجع فيه انا بعيد عن المهندس خالد على فكره المهندس خالد على المستوى الشخصي والانساني شخص مهذب جدا طبعا وانا مش بقول ده مجامله يعني عشان انا ما بعرفش اجامل اصلي هو حد مهذب جدا احنا بنتكلم عن بالظبط انما انا بتكلم قاعد على الكرسي بالظبط انا بتكلم عن اداء سياسي انما بس انا عايز اقول للشباب عشان اللي سمعني ممكن يحبط برضه انا عارف في ناس بتراهن على تجربتنا انا لو استقلت بكره هروح اجهز نفسي لانتخابات مجلس الشعب وهنزل واروح اراقب الحكومه عشان بس انا مش هحبط خالص صحيح مش قاعد في بيتي يعني مش هقعد ولا التوجيه علشان اتنقل المهندس باسم بالظبط كده انت لما قلت اتنين نواب رؤساء وزراء مدنيين الدكتور زياد من شهرين حاولت اطلبه يعني عشان بس نقفل الباب نعم دكتور زياد من شهرين حاولت اطلبه ثلاث اربع مرات طلبته على المكتب السكرتيره بتاعته ردت قالت لازم مش فاضي قلت لها طب قولي له خالد تليمه نائب وزير الشباب يمكن ما يعرفش خالد تليمه بس يعرف نائب وزير الشباب نائب وزير الشباب محتاج حضرتك ضروري وبعت له رساله على موبايله الشخصي لحد النهارده لحد هو انت ليه سالتني عن الاسم انا سالتك على الاسم عشان حاصل لبس انك تكون طلبت الفريق السيسي علشان ترى ان هناك امور خطيره وهو لا لا لا, لا خالص لا كان الدكتور زياد وكان سيكون سعيد. عتب لايهم لا لا طبعا اي حد نائب رئيس وزارة هذا منصب سياسي صحيح. لما نائب وزير يطلب يقابله ولكن المعلومات لما تبقى واضحه لان عندنا ثلاثه لا لا, لا 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 قابلت الدكتور حسام عيسى طيب قبل ما ارجع للمهندس باسل انا قلت هنبتدي ناخد تليفونات حضراتكم تشاركونا الحوار معايا كابتن احمد شوبير اهلا وسهلا
مساء الخير يا استاذ خير. مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ مساء عليك ومساء ضيوفك الكرام. الله يخليك، اتفضل يا كابتن. اسمح لي بس ان انا احيي الصراحه اللي موجوده في هذه الحلقه الهامه جدا، واذا الامور مشت بالطريقه دي تاكد ان احنا ممكن نصل الى الحلول يعني. نعم. الاول طبعا انت معاك شخصيتين محترمتين جدا، سواء الاستاذ خالد او الاستاذ باسل، الاثنين في غايه الاحترام. شكرا. بس ليه بس شويه ملاحظات بعد اذن حضرتك. اولا خالد تليما مش عارف ما استاهل، لازم تقعد وتحارب وتكمل وتطارع، انت راجل الناس بتحبه وبتحترمه وبتثق فيه، وبالتالي لابد ان تستمر في موقعك، تستمر في مكانك. رافض فكره الاستقاله جدا، ممنوع، مش ممنوع بالنسبه له، ممنوع. الناس احترمتك وقدرتك وشايفه انك قادر انك تعمل شيء. خليني بس أو يعني انا بعد اذنك، انا كنت وكيل لجنه الشباب في مجلس الشعب، ويعني عشت الازمات دي كلها، واقول لك ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يتعمل. رأيت جدا الصديق العزيز خالد تليما، او المره اكلمه الحقيقه لكنه صديق من على الشاشه، انه مراكز الشباب تحولت الى دكاكين. فاذا عادت مره اخرى الرياضه الى مراكز الشباب، وهقول كلام قد يكون صادم للبعض، انه انا شخصيا كنت بلعب في الساحه الشعبيه عندنا في طنطا، كنت بشوف الملاكمه، كنت بشوف المصارعه، كنت بشوف الجودو، كنت بشوف رفع الاثقال. مصر كلها كانت بتاخد الابطال من محافظه المنوفيه في المصارعه. مصر كلها كانت بتاخد الابطال على مستوى افريقيا كلها من محافظه الغربيه في رفع الاثقال وباقي الالعاب الفرديه. مراكز الشباب ليست دورا للاعيب كره القدم. انا عندي اكثر من 1300 1400 نادي، ده هقوله للاستاذ باسل بعد كده. فبالتالي انا شايف انه مهم جدا الغاء الدكاكين، مهم جدا عوده الانشطه الرياضيه، مهم جدا الاستفاده من المنشات في الجامعات. انا عندي جامعات فيها ملاعب بالجمله بالجمله في كل انواع التنس وفي سكواش وفي كل انواع الرياضات، ده امر مهم جدا. عايز اقول كمان للصديق خالد تليما والصديق خالد عبد العزيز، انه موضوع الرسوم الرياضيه ده قالها خالد تليما كده بسرعه، انه عنده ازمه انه ابن خالتي وابن عمتي، وده من ايام الحزب الوطني عشان نكون يعني صراحه. ثم جه الوزير اسامه ياسين، كانت قصته كلها ازاي يعمل كوادر عشان يوصل في 2016 الى دي الازمه بقى. 5 مليون صوت في الانتخابات المقبله الرئاسيه او في البرلمان، وبالتالي تبقى عنده خلاص اكتساح في انتخابات البرلمان بقى، في انتخابات رئاسه الجمهوريه، استفتاءات. متاكد انه خالد تليما بحماسه ما يفطرش خالص، ممنوع كلمه الرساله دي حضرتك ما تقولهاش تاني خالص لازم. وخالد عبد العزيز انا اثق فيه جدا لانه شخص جيد وشخص طيب، والتفاهم ممكن يكون موجود ما بينكم. الصديق العزيز باسل، وده لعيب كوره قديم، انا بس بلومه على وزاره الرياضه حاجه مهمه جدا، غرق وزاره الرياضه في قصه اللوائح. ليس من المطلوب انه كل مره يجي الدكتور علي الدين هلال يعمل لي لائحه، يجي المهندس حسن صار يعمل لي لائحه، يجي السيد العامل يفر يعمل لي لائحه، يجي كابتن طاهر ابو زيد يعمل لي لائحه، ثم ادخل في صراعات مع الانديه، صراع مع الاهلي، صراع مع الزمالك. مصر مش 4 5 انديه، مع كل احترامي لهذه الانديه وانا انتمي لواحد منهم، من غير المقبول على الاطلاق. وزاره الرياضه عليها التركيز في انها تطلع لي قانون للرياضه يحارب عليه كابتن طاهر ابو زيد والمهندس باسل، اعمل لي حضرتك قانون للرياضه. المهندس باسل دلوقتي بيقول لي انا عندي 200 ملعب مفتوح، اتحدى لو حد يعرف فين ال 200 ملعب مفتوح دول، اتحدى. وزاره الرياضه انا اسمها رياضه، اسمها حضرتك بتنشر لي رياضه، حضرتك اعمل لي رياضه في المحافظات. وزاره الرياضه دورها يا باشمهندس عادل، انا اسف انت تعرف اكتر مني وكابتن طاهر ابو زيد، هي عوده النشاط. مش معقول لحد هذه اللحظه نشاط واحد على مليون من اللي موجود في البلد ده، ده نوع التقدم ده. خالد كان لسه بيقول ان الشباب دول هم اللي ممكن يغيروا الوزاره دي، يعني ممكن تغير والامر نفسه بالنسبه لوزاره الرياضه. احنا متفائلين جدا ان وزير الرياضه من ابناء الرياضه، من ابناء اللعبه، شيء يسعدنا جدا. حضرتك لو سمحت عوده النشاط الرياضي ده مهم جدا على كل اللعبه. الحاجه الاخيره بس بعد اذنك خيري، بختلف معاك شويه في قصه الالتراس. ولادنا وابنائنا وحبايبنا واصحابنا واصدقائنا وكل حاجه، لكن احنا تعبنا جدا من الحوار معهم، مش عارفين نقطه يعني. حاولنا يعني مش حاولنا. حاورتوا مع مين يا كابتن شوبير؟ معاهم كلهم. هم مش قطاع واحد ومش حاله واحده. استاذ خيري انا جبتهم في بيتي ورحت لهم مكانهم وقعدت معاهم واتكلمت واتفقنا، وكنت ببكي بدل من دموع دم بعد حادثه بورسعيد، لانه ما حدش ابدا يتحمل فقدان ابنه او فقدان صديقه او فقدان زميله، مستحيل. ده امر في غايه الصعوبه، وكان عندنا امل ان احنا يعني شايف نعمل ايه؟ نرمي طبيتهم، نحبسهم، نعاقبهم، ولا نبحث عن طريق للحوار معهم وعلاجهم اذا كنا شايفين ان في اخطاء؟ هقول لك حاجه قد يؤيدها او يعارضها صديقين العزيزين خالد وباسل، هم رافضين حوار. هم قصتهم هم عندهم طار مع الجيش، عندهم طار مع الشرطه، قصه واضحه. خلينا نتكلم. اللي عنده طار بتقدم له كفن برضه وبتنهي الخصومه، يعني في النهايه لابد، حتى لو انا شايف ان هم غلطانين، لابد ان يكون للدوله دور في احتوائهم.
ولما يبقى اللي يغلط بعد كده ويخالف القانون يطبق عليه القانون. احنا ما بنقولش حد فوق القانون. انا عايز اقول لك انه طاهر ابو زيد حاول الحوار، المهندس باسل هقول لك كده، خالد عبد العزيز حاول الحوار، انه اكبر منهم حاول الحوار. طب اللي اصغر منهم بقى هم اللي معايا قيمتهم محفوظه، ربما يكون عندهم رؤيه ثانيه. بشكرك جدا. بس انا عايز بس نفس تفعيل القانون ده مهم جدا. ما حدش هيتعصب. انا ما اتكلمتش خالص ضد القانون، بالعكس انا شايف كل شيء بالقانون، بس قبل ما تطبق القانون وفر العداله. يعني قبل ما تقطع ايد السارق وفر له الاكل، قبل ما تحاسب شاب زي ده شوف انت اهملت. انا عندي سؤال مهم. قد ايه؟ هرجع لك ايه في المساله دي. حاضر، خلينا كلنا معايا بعض التليفونات بسرعه. الاستاذ محمد المنيا اتفضل. السلام عليكم يا استاذ خيري. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. اخباركم ايه؟ تمام اهو زي ما انت شايف. انا بس في شكوى بس صغيره بدي اشتكي. عندنا شكوى على مركز شباب محافظه المنيا، مركز ملوي، قريه الشيخ حسين. ايه قريه ايه؟ قريه الشيخ حسين. الشيخ حسين، اوكي. نعم، يا ريت يا استاذ خالد بس تبعتوا لنا اي حد يروح يشوف مركز الشباب عباره عن ايه. تمام. انا عايش 10 سنين في الامارات العربيه المتحده، ونزلت بس هي اجازه واحده اللي نزلت فيها، ورحت عشان العب كوره عشان زي ما كنت بلعب زمان قبل ما اسافر. زمان بقى. حكايه عباره عن تراب، كنا بنلعب كنا فرحانين. لما رجعت المفروض ان هي تتعامل ملعب بلاط. طبعا جيت صابين صبه اللي هي صبه بس صبه عاديه بتلعب عليها الشباب، كل يوم بيتكسر واحد ايده، رجله بتتكسر بيصاب. انا جيت عشان انا حاولت ان اعمل ملعب على حسابي، اعمله نجيله او اعمله ترتان، المفروض تعمل ترتان زي المواصفات موجوده، طبعا الكلام ده ما حصلش خالص. اللي في ميزانيه تيجي بس بتتقسم على الناس اللي في الادارات هناك اللي ماسكه ملوي، فانا حاولت من مجهود. طب استاذنك تسمح لي استاذنك في حاجه بس. اتفضل. بما انك انت عندك الروح دي للتعاون، استاذنك تسيب رقم تليفون حضرتك موجود عندنا. بالظبط كده، استاذنك لو سمحت عشان يهمني جدا اتواصل معاك. بشكرك يا استاذ محمد، تليفونك هيكون مع الاستاذ خالد. الاستاذ جوده من الايوبيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، السلام عليكم يا استاذ خالد. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. اولا استاذ خالد تليما بعد اذن ساعتك استاذ خيري. سامعك. دلوقتي هو زار مركز شباب الحسنيه وكان معاه 3-4 طلع فوق الصورة الله أعلم. البركة، أولا البركة دي من الجيران واللي أنا بعاني منها، دي نمرة واحد. من الجيران وإيه؟ معلش، البركة اللي هو ذكرها وقال إن مركز شباب فيه بركة والصرف ضارب. ساعتك دي من الجيران وأنا بعاني من الجيران. بمعنى حضرتك إيه؟ حضرتك مدير مركز ولا عضو مجلس إدارة؟ أنا رئيس مجلس إدارة. حضرتك رئيس مجلس الإدارة بتاع المركز؟ أوكي، اتفضل. ساعتك انا تقدمنا سنة 98 لخط الشروق عشان ادراج المركز احلال وتجديد. هو انت رئيس المركز رئيس مجلس الاداره من 98؟ يا فندم انا معايا ورق بالتوالي، معايا ورق. ايوه حضرتك رئيس مجلس الاداره من 98؟ يا سعادتك معايا ورق من المجالس السابقه. طيب اتفضل. لا هو مش واخد شروق. رفضت خط الشروق ومعايا مستندات بكده، رفضت خط الشروق ان ايه مفيش قرار تخفيف. تمام. سنه 96 القرار رقم 2 لسنه 96 ده قرار الازاله. كم سنه كم؟ رقم 2 لسنه 96 قرار الازاله سنه 96. سنه 96. وذلك لعدم تمكن الازاله عشان الارض مفيش سنه ملكيه. تقدمنا بطلب للوحدة المحلية ورفع المساحة ورفعنا الموضوع المجلس الشعبي المحلي المختص، وصدر قرار التخصيص رقم 569 لسنة 2004. هو اللي حضرتك اللي صدر قرار بإيقاف بتحويلك للتحقيق؟ لا ده مجلس إدارة. ده مجلس إدارة. مدير المركز. مدير المركز. تمام. مدير المركز. معلش ثواني، أصل دي مشكلة عويصة، والاستاذ خالد تليما قبر الموضوع وعمل مع الارموتي فيلم وحطوا له في الشيبسي والبطاطس والكور في الدولاب طيب هو عيب. بس انا عايز اقول له يعني رقم واحد عيب لما تقول ان انا عملت فيلم. طبعا طب تسمعني بس. انا مسجل الكلام ده مع طب تسمعني انا بكلم حضرتك. لا وانا كمان متحفظ على طريقه الكلام يا استاذ جوده. حضرتك معلي صوتك جدا. لا انت غلطت اسمح لي بس. انا مسجل الكلام ده، انا مسجله وعرضه قدام الوزير وقدام رئيس الوزراء. يا فندم اسمعني بس طيب بعد اذنك.
انا اسمع. سمعت استاذ خالد وانا معايا معاد بكره معاد في مكتبك وهديك كل المستندات بالظبط. طيب يبقى لما تروح معادك انا مديله معاد بكره. طيب بالظبط انا مديله معاد بكره. بشكرك يا استاذ جوده. بس لا 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 بس انا ما زلت انا ما زلت متحفظ على فكره انه خالد عمل فيلم طبعا وبناء على اني عملت فيلم فانا مش هقابلك بكره يعني عشان بس حضرتك تبقى فاهم. انا هقابل مدير المديريه وهحل معاه المشكله ونعرف ايه مشكلتكم. مشكلتهم واضحه جدا انه المركز ده مساحته 400 متر مش نافع لاي حاجه خالص. يعني يتعمل له مبنى اداري مش هينفع يتعمل له ملعب اذا اتعمل له مبنى اداري. ففي اقتراحين انا دارس الملف كويس يعني ما روحتش كده عبثا. يعني في مقترحين. مقترح انه يتخصص تباع الارض دي ويشتروا بفلوسها. هي في قلب المباني في فلوسها كويس. يشتروا بفلوسها الارض بره بره شويه 1500 متر فتصلح يتعمل فيها ملعب ومبنى اداري. او انه ينضم المركز ده على اقرب مركز ليه ويبقوا مركز واحد مركز شباب واحد. نعم تبقى صعبه. انا عايز اعلق. لا مش صعب. دي قضيه مهمه. اعلق في ثواني. خالد واخد الحلقه لوحده. لا انا ماشي خالص. ده تليفون الاخير. ده تليفونات. انا ماليش دعوه. الاستاذ محمود من الجيزه. اهلا وسهلا. أنا مساء الخير يا خالي بيت. مساء الخير يا استاذ محمود. حضرتك ولضيوف حضرتك الكرام. مش هطول على حضرتك بس اديني دقيقه كده. انا معاك دقيقه. عندي شكوى كبيره قوي لمركز شباب قريه مناشي خطيب الفيوم. هي فيها ترابيز الدنج. طب اسم القريه تاني. انا اسف. مناشي ايه؟ مناشي الخطيب. مناشي الخطيب في محافظه الفيوم. ماشي تمام. ده موضوع جانبي. طبعا احنا من السبعينات ما عندناش ملعب كوره. كان عندنا مساحات اراضي زراعيه كنا بنلعب فيها زمان وكنا بنعمل دورات ما بيننا وبين الكوره الثانيه او كنا بنلعب في الملعب بتاع المدرسه. ايوه بالظبط يا فندم. هو حتى المدارس كمان اضيف لها انشاءات جديده ما بقاش فيه ملعب. صحيح. في ناس الكلام ده. انا عايز بس معلش في عجاله سريعه جدا مش هطول على حضرتك. انا طبعا انا بتكلم النهارده في ثلاثي مرعب اللي هو الاعلام والرياضه والشباب. انا عايز اسال سؤال. الكابتن احمد شوبير من دقيقه كان عامل مداخله لغايه النهارده من اوائل السبعينات يا خالي بيه وحضراتكم تشهدوا الى الان نعرف غير اربع او خمس حراس في مصر حراس مرمى في مصر؟ ما نعرفش. ليه؟ لان مفيش كشافه زي بتاع زمان. مفيش ملاعب اللي بيقولوا عليها باسل بيه. طبعا انا مش صدقه وطبعا مقتنع باللي بيقوله ولكن هي فين؟ مفيش لقاء الضوء اعلاميا على الرياضه. مفيش ممارسه رياضه في نوادي ولا في مراكز الشباب. انحدر الشباب بالكامل للتخاريف اللي حضرتك عارفها والبانجو والشرب والحاجات. علما بان كان في النهارده كان ممكن نطلع مليون محمود الخطيب، مليون مصطفى يونس، مليون طاهر ابو زيد، مليون حازم امام، مليون خيري رمضان. تمام. احنا بلدنا الحمد لله فيها كتير جدا. صح. فانا امنيتي الوحيده في بلدي اموت قبل يعني نفسي اشوفها قبل ما اموت ان انا اشوف كشافه من وزاره الشباب او من الانديه الراقيه اللي في مصر اللي لينا ليها حب بنحترمها كلها. انا زملكاوي من وانا في رابعه ابتدائي ولكن اعشق محمود الخطيب واعشق طارق ابو. عندك كام سنه يا استاذ محمود عشان اشوفهم هيقدروا يقعدوك ولا لا؟ عايز اطلع بنخبه من الصف. عندك كام سنه يا استاذ محمود؟ النهارده يا فندم معلش مش عايز اطول. النهارده بقت مساله الاكاديميات بقت سبوبه. صح. انت بتاخد ابني بيلعب عندك. انا ليا ابن موهوب جدا جدا ليبرو وكل اكاديميه وديته فيها بيلعب بيخصصوا له نفس بعد الاختبار بيوقفوه ليبرو. رسمه قوي رياضي موهوب الكلام ده كله. عندي ابن صغير تاني بيلعبوا راس حربه. انا بهاتي وعمال اروح شمال ويمين عشان اوصلهم. مش هيوصلوا. انا واثق انهم مش هيوصلوا. ليه؟ لانه مش ابني لاعب كوره. مش ابني خالي بيه رمضان مثلا مع... طبعا انا مش ابني فشلت والله رغم انه بيلعب كوره بس فشلت دخلت في مش حاجة. الفكره يا فندم انه بيلعب حلو قوي اللي هم الناس اللي يقدروا يطلعوا في كذا وكذا وكذا ويوصلوا. طيب انا ممكن اوصله خارج مصر انما داخل مصر مش عارف اوصله. طيب بشكرك جدا يا استاذ محمود باشمهندس. طيب انا عايز اروح. انت عايز تعلق تعليق على ده سريع جدا بس سريع. مساله سند الملكيه لانها قضيه خطيره اللي اتكلم عليها الاستاذ بتاع مركز الشباب. احنا عندنا منشات مش عارفين نهدها ونجددها لان هذه المنشات ملهاش ترخيص. بكلمك على الدوله اللي هي ما تعرفش بعض. الدوله كانها متخانقه فتيجي تقول له يا عم انا عايز اعمل لي رخصه هدم عايز اهد المبنى ده واعمل واحد جديد يقول لك لا ده انت لو هديته مش هتطلع واحد تاني. دي الدوله يا استاذ خيري دلوقتي. ده شكل الدوله. الدوله دي لها حل. لازم لا بجد حل. لا لا لازم لا لا, لا حل. انا مش انا عايز احلم. الاستاذ محمود اللي بيقول نفسه يعيش ويشوف. انا واحد من الناس بقى لو بقول نفسي اشوف او على الاقل ولادي يشوفوا الدوله اللي انتوا دخلتوها. المؤسسات الدوله دي هتقدروا تخلخلوها
ولا محتاجه شغل كتير؟ محتاجه شغل كتير بس طبعا بس طبعا طبعا هيحصل. في حلول هيحصل طبعا. انا كنت طب قول لي حل للالتراس وانت مسؤول في وزاره الرياضه، نعمل ايه؟ الالتراس دول مسؤوليه مين؟ هرد على الالتراس بس خليني ثانيه ارد على كابتن احمد شويق في ثانيه. مساله اللائحه وان اللائحه مرفوضه، مصر فيها 1100 قانون للرياضه الف هقول 1100 وشويه نادي، 1160 نادي بالتحديد. اللي رافضين اللائحه حوالي 4 نوادي بالتحديد، بس نوادي صوتهم عالي. ما هو قال كده، قال مش هنقف على دول. فاذا القضيه واللائحه دي اطلقت صلاحيات الجمعيه العموميه، وانت حضرتك جبت هنا وزير الرياضه واتكلم على المساله دي، مش هاخد فيها تاني. مساله عوده النشاط، احنا بكره اول جلسه للجنه اداره ازمات شكلناها في الوزاره، انا الامين العام والوزير بشخصه رئيسها، فيها مندوبين من القوات المسلحه ومندوبين من الشرطه ومن كليات التربيه الرياضيه وكليات الاداره ونجوم رياضيين وخبراء امنيين عشان تشتغل على الازمه الرياضيه اللي هي اولها عوده النشاط وما فيها بقى مشاكل الالتراس اللي ده المدخل بتاعه. تمام. انا مش عايز اناقشك من مشاكل الالتراس ودخول الملاعب، انا بناقشك كسياسي وكمسؤول في وزاره معنيه بهؤلاء. انا بكلمك عن الالتراس اللي في الشوارع، اللي عاملين مظاهرات، اللي بيطلعوا في الجامعات، اللي بقى انت فقدت سيطرتك عليهم لما فقدت لغه الحوار. مين اللي غلطان؟ مش قضيتي، انا مواطن مصري وانتم مسؤولين. انا متصور ان لغه الحوار مهمه، في الالتراس داخله مشاكل، الالتراس نفسه مش راضي عن بعضه عشان نبقى عارفين، يعني في خلافات داخليه. الالتراس قطاع مهم وساهم في الثورات، فليه دور ايجابي، وفي نفس الوقت لازم احافظ عليه واقلل الدور السلبي اللي هو ممكن يبقى سبب في وقف النشاط الرياضي او سبب في تعطيل حركه المرور او اي مكان. مساله الحوار يا استاذ خيري مساله غايه في الاهميه، مش هنقدر نتوقف عنها، هي مجموعه من المحاور. الحوار محور، تطبيق القانون بحزم محور في كل وقت، تطبيق قوانين للملاعب وشغب الملاعب وامن الملاعب محور، لان ما اقدرش انا استغل حدث رياضي فيجي بطل من الابطال او الجمهور يرفع اشاره سياسيه في حين ان هذا المكان مكان للمنافسه الرياضيه. مثلا في الاطار ده الاستادات كلها في مصر دلوقتي بيتعمل لها سيستم كاميرات مراقبه بتجيب وش المخالف من الجماهير. نعم. يعني لو في بؤره فيها شمروخ ومش عارف ايه بيتجاب وشه وكذا، بنشتغل على سيستم ان اللي يدخل بيبقى بيدخل بالبطاقه بتاعته برقمها برقم المقعد. سيستم هياخد وقت، لكن انجلترا وصلت زي انجلترا وبلاد كتيره عملت. مش هينفع نرجع النشاط على بالطريقه دي اصلا. نعم. النشاط ما ينفعش يرجع على بالطريقه دي اصلا. وفي النهايه الخروج عن القانون في الملاعب لابد من مواجهته بالحزم. يعني دي حاجات بتتم كده يعني عشمانين ان يبقى شكلنا حلو واروح البطاقه بس سياسه بقى. والالتراس قعدوا معانا في مكتب الوزير وقابلناهم بره، احنا بنتقابل معاهم في كل وقت، بس عشان الناس تبقى فاهمه ان في انتوا عارفين من قياداتهم وتعرفوا توصلوا لها وتتكلموا معاهم. طبعا معروفين في قيادات، في طبعا في قيادات كتيره معروفه، بس بتنشا قيادات اخرى وسيطه. انت طول الوقت هو شباب بيطور نفسه، كل مجموعه بتدور لها على قائد مختلف وهكذا، فالمساله صعبه. طب مشكلتهم الحقيقيه ايه من خلال قعدتك او رصدك؟ بص، هي مشاكل متعدده، في قطاع بيستخدم سياسيا، في قطاع بيستخدم سياسيا، وفي قطاع اخر وده الاقل بكتير في الالتراس، بيبقى نتيجه مثلا تمويل لهدف معين، وده جزء قليل جدا في الالتراس لكن ممكن يبقى مؤثر. القطاع الاكبر والاعرض في الالتراس سواء اهلاوي او نهضاوي او زبلكاوي والكلام ده كله، التراس محترم وولاد جامعات وشهادات محترمه جدا وطلبه محترمين جدا، ولكن المشكله ان في قيادات ساعات بتاخد الشباب دول في اتجاه مختلف. استاذ خيري، الحوار وتطبيق القانون الحاجتين. مثلا ازمه زي ازمه المطار، الناس مختلفه، حد يقول لك دول كسروا المطار يلا نحبسهم، حد تاني يقول لك معلش الشباب صغير يلا نطلعهم. في النهايه انا لازم اتعامل مع ان الشباب ده عنده مستقبل لازم احافظ له عليه، ولازم الدوله زي ما هي بتتعامل بالقانون لازم يحصل نوع من انواع المصالحه والهدوء والتفاهم وروح القانون كويس، لكن اللي اخطا خطا مباشر يتعالج. المساله عايزه الاثنين، مش ملتبسه، بس في حاجه عايزه الاثنين مع بعض. في حاجه اهم، مش بس للالتراس، لمصر كلها، العداله الانتقاليه. مفيش مستقبل للبلد دي يا استاذ خيري الا بالعداله الانتقاليه. طول ما في ناس لا، ممكن تشرح للناس يعني ايه عداله انتقاليه؟ عداله انتقاليه يعني ناس لا حقوق، في ناس قتلت وفي ناس افسدت وفسدت وسرقت، لابد ان هيقول لك ما في قضاء والناس محاله للقضاء. لا يا فندم، يا فندم، في ناس سرقت بالقانون اللي هم حطوه، في ناس سرقت بالقوانين هم حاطينها. نعم. ما ينفعش تقول لي، مع كامل احترامي للدور اللي عملته الداخليه في 30 يونيو، بس ما ينفعش تقول لي انه القانون اللي بيقول انه ضابط المباحث هو اللي بيروح يجمع التحريات عشان يقدمها للنيابه، هيجيب تحريات على زميله وتقول انه قتل. مش منطق يا جماعه.
كل الدول اللي عدت بظروف شبه الظروف اللي عدت بها مصر كده، سواء ثورات او حرب اهليه او كل الدول اللي عدت بالتجارب دي عملت عداله انتقاليه. في تجارب، هل في جزء من هذه العداله التي تتحدث عنها فكره المصارحه والمصالحه؟ طبعا ده يعني جزء رئيسي. هل ده جزء من ازمه الالتراس؟ ده جزء رئيسي. يعني ايه؟ طبعا الالتراس ليهم حقوق، شهداء بورسعيد لهم حقوق، شهداء بورسعيد ما اتحكم على ناس فيهم اكتر من 20 يا فندم، مش اتحكم عليهم، انا بتكلم على الناس اللي ماتوا وقت في عهد مرسي. أيوة. اللي ماتوا قدام السجن. تمام. في ناس ماتت وهي معديه، في شباب خارجه وهي خارجه من نادي كانوا بيلعبوا مش عارف فين، اتضربت عليه رصاصه مات. ذنبه ايه ده؟ نعم. ذنبه ايه؟ ما انا برضو مش عشان ما زعلش حد ما جيبش سيره بورسعيد، ما هو ما ينفعش برضو. يعني انا عارف بتوع الالتراس بيزعلوا يقول لك لا اصل بورسعيد عملوا فينا وسووا. لا، بورسعيد فيها ناس ماتت مالهاش ذنب، في شهداء في بورسعيد ماتوا ما لهمش ذنب، في ناس بقوا قاعدين على كراسي متحركه ما لهمش ذنب، كانوا معديين في الشارع. وبنسبه الكراسي المتحركه بس بسرعه كده لحظه، انت كنت طالبت وكنت بتجهز مكان لذوي الاحتياجات الخاصه تعرف تستقبلهم في الوزاره بشكل لائق في الدور الاول، ماذا تم؟ بقى لي 45 يوم. اه اقسم بالله طالب هذا الطلب بقى لي 45 يوم. واللي حصل؟ ولا جاهز المكتب، وكل يوم ببعت. انت نائب وزير مين؟ نائب وزير. مين اللي يعني مين اللي يجب يسمع كلام نائب الوزير؟ ما ينفعش يعني الموظفين المفروض. والموظفين ما بيعملوش كده. ما حصلش. الموظف يستطيع وانتوا في وزارتين انه يعطل اي قرارات للوزير لو عايز؟ لا للوزير لا. انا بتكلم على سلسله الموظفين. لا للوزير لا، ولو وده ولو في باور عند المساعد او النائب بيوصل للوكلاء انه الوزير مدي للشخص ده باور برضه كلامه بيتنفذ. هي دي الازمه. يعني انت ازاي ناقل الصوره؟ كله في ايد الوزير في الحكومه. انت ازاي ناقل الصوره؟ انت ازاي ناقل لهم فكره وجود هذا الشخص؟ هل هذا الشخص وجوده مهم ومفيد للعمل ولا بد ان انتوا تتعاونوا معاه؟ ليه ما بيتمش التعاون معاك على انك جزء من مؤسسه الدوله ومؤسسه الدوله معروف ان اللي يقعد على الكرسي يحكم؟ لا الناس ما بتعمليش وحش، ما هيش معامله حلوه. الناس عامله كويس. لما تمضي على ورقه كده تتنفذ. لان اللي مش هينفذ هيتعاقب. بس خلينا، لا كل الناس، مش كل الناس ما بتنفذش برضه للامانه، في ناس متعاونه الى حد كبير جدا وفي ناس مش عايزه تتعاون، لما في ناس متعاونه الى حد كبير جدا جدا. الملف بتاع المحله اللي انا لسه قايل فيه ده حاجات راح للزميله المختصه ودته شكلت اللجنه اللي مطلوبه، راحت اللجنه جابت تقرير، التقرير طلع بتوصيات، اعتمدنا التوصيات. يعني اقصد في ناس بتتعاون، في ناس ما عندهاش استعداد تتعاون، يعني هتعمل ايه؟ وعشان كده بقول لحضرتك ايه الصوره اللي انت ناقلها كوزير عن هذا الشخص اللي هو النائب الوزير او المساعد بالنسبه لبقيه الموظفين؟ الاحساس اللي بيوصل للناس عن هذه العلاقه هو اللي بيفرق في مدى تجاوبه. لا بس عايز اقول حاجه، الاداء اللي انتوا فيه لا بس ممكن يخليه. لا انا بس اصل في حاجات في التليفون اتقالت لازم. طيب ما انت هتاخد اجراءات، ده حاجات وظيفيه. لا في حاجات في التليفون. لا الاستاذ اللي هو رئيس مجلس الاداره بتاع مركز شباب الحسنيه، الاستاذ جوده. الاستاذ جوده اللي انت قلت له مش هقابلك بكره. طبعا. طب خلاص وصلت الرساله. لا في كارثه. لا في بس عشان هو قال كلام، في قال كلام يعني اقبع. حضرتك حاولت توشيل له كذا مره، انت من 98 موجود، هو موجود من قبل 98 مش من 98. يعني لو رجعنا للبتاع هلاقيه من قبل 98، بس مش دي القضيه. الازمه انه انا الاقي انه صادر له قرار ازاله وما بنشتغلش، ده الكلام اللي اتقال لي من الموظفين. نعم. وانه الاقي نشاط على الورق معمول. طب انت قافل ولا شغال؟ ده حياتي مش عايز اطلعها بره. مش قصدي. انا اقصد عشان هو داخل يقول لي انا مش عارف ايه. لا ما هو يعني قدام اهله وناس وانت عارف في الارياف. وبعدين يقول لي اصل الصرف ده من الجيران. يعني ايه الصرف ده من الجيران؟ مش يعني انت هي الحقيقه الصرف في مصر كله من الجيران. مش من طب الشعب. يعني المشكله في الصرف. يعني في كلام برضو تجربتك دي ممكن تخليك تبص على الحكومه دي وتقول ان التجربه كلها فاشله؟ يعني ممكن تخرج منها وانت، لان انا كنت بتكلم من بدايه الحلقه عن صناعه العدو، انك تقدر تصنع من ناسك ومواطنيك اعداء او خصوم ليك طول الوقت يفشلوا التجربه. انت ممكن تكون خصم لهذا النظام اللي انت دفعت عنه في وقت من الاوقات عشان تقدر تبني مصر. طبعا لو تطور الامر، مش باسل يعني بشكل عام، لو تطور الامر في وقت من الاوقات بتنقلب على هذا النظام لانه ما حققلكش. بس انا عايز اقول، وهنا انا مش بتكلم عن الحكومه دي بالتحديد، انا بتكلم عن اي حكومه. الحكومه مش بس البرنيطه اللي على راس الجسم الكبير ده، الجسم يا استاذ خيري كله محتاج اصلاحات، بنيه تشريعيه، اجهزه رقابيه، لوائح وقوانين. المساله
كبيره جدا، لكن في النهايه انت عمال بتلبس برنيطه وعمال بتغير البرنيطه، مش هتغير شكل هذا الجسم في النهايه. المساله محتاجه جرأه حلول، يعني زي ما بنقول الحته بتاعه الراجل اللي مش عارف يهد عشان مش عارف، اللي هو نفس الحي اللي قدامه مركز الشباب لانه لو هد مش عارف يبني بالظبط. يعني للدرجه دي الدوله ما في، مش شايفه بعض، مش قادره تتعاون مع بعض. المساله هل، طيب السؤال الثاني، هل احنا كده بنوصل للياس؟ لا، لان في حلول موجوده. حل المكتب مثلا اللي بيتكلم عليه خالد، حاجتين، يا يقوموا ناس ويوقفوها مبعات الواقفين ويجيبوا له مكتب قديم، يا اما امر مباشر ما يقدرش يمضي عليه غير الوزير بانهم يشتروا المكتب ده. ففي حلول، لكن الموظف في المكتب الكشف الازمه في المكان. والمكان المكان مشكله يا بنت تانية. لا مش مشكله ولا حاجه. في لمكتبك بعد قد ايه؟ 9 ايام عشان تجيب باسكت ترمي في الزباله. واصريت ان انا اقيس الحكومه هتجيب، انا كان ممكن اجيبه هو ب 10 جنيه او ب 15 جنيه، بس ده كان مؤشر احنا هنعمل ايه هنا. ما انت في اول يوم فبتقول لهم طب انا ماسك المنديل ده عايز ارميه في اي حته، عايزين باسكت زباله. فقعدنا 9 ايام ليه؟ لان الموظف عنده لوائح وقوانين. المساله مقيده يا استاذ، لازم يعمل طبعا لازم مش عارف امر شراء ويكون عنده حاجات قديمه او يعمل امر شراء. افلام، انت في افلام طول الوقت جاي في النهايه تقول للحكومه دي بشكلها او اي حكومه غير دي وهات اي حد مكان هذه الحكومه جوه اللوائح والقوانين وشكل الاداء ده والتفكير ده. طب قول جمله اخيره للدكتور حازم الببلاوي رئيس هذه الحكومه في هذه المرحله، تقول له ايه؟ اقول له امل الناس فيك كبير جدا، انت جاي ورا حجم يعني ثقه وامل وتفاؤل بالمرحله ورغبه في التغيير والتجديد، واتصور ان يعني لازم يبقى في مجهود اكبر تبقى حضرتك قدها، وانا متصور ان شاء الله ببعض المجهود وبرؤيه الشباب وبدمج الشباب في العمليه، دمج الشباب مش كديكور بيجمل هذه الحكومه ان خدنا شباب، لا، الشباب عنده وجهه نظر وعنده رؤيه وعنده فكر وعنده حركه وعنده طاقه التغيير وباصص للامل. اللي قدامه اقل يعني او جايز قد اللي وراه، لكن في اعمار اللي قدامها جايز مش قد اللي وراه، فبص للمساله بمنظور مختلف. خالد ليه ما تقول لرئيس الوزراء ايه؟ لا يعني لرئيس الوزراء ولكل الناس اللي موجوده، احنا مش هنرجع لورا، مش هنرجع لورا، ومش هنقبل نبقى ديكور، ومش احنا الجيل اللي يقبل بشويه مكتسبات عبيطه. انا رايي حاجات شكليه كلها ومسميات كلها في رايي انه كلام عبيط. احنا عندنا احلام للبلد دي، في هتافات كنا بنقولها في الشوارع اسمها عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، استقلال وطن. هذه الهتافات والشعارات العظيمه اللي مات في سبيلها ناس ما جاش حقهم لحد دلوقتي، احنا مش هنقبل انه نتراجع. ابسط جميل او مش ابسط، ابسط حاجه ممكن نقدمها للدم اللي سال في الشوارع وللناس اللي ماتت دي ان احنا نفضل نقاتل وندافع عشان نحقق هذه الشعارات. لكل الناس اللي سمعوني النهارده ربما يكون تسرب الاحباط اليهم، وانا حريص انه ما حدش يحبط اطلاقا. انا عارف انه في ناس ممكن تحبط من ده تقريبا، يعني بالتحديد من جيلنا، ما حدش يحبط اطلاقا، احنا مكملين احلامنا، مكملين في حلمنا. انا شخصيا زي ما انا كنت لسه بقول لكم من شويه، اذا استقلت بكره او بعده او بعد اسبوع او بعد اسبوعين او ما استقلتش في كل الاحوال او 30/11 او 30/11 هلاقي 100 حاجه اعملها تانية. مكملين في الشارع، انا في نماذج كفايه الشارع بقى، مكملين في الدوله. لا لا لا, لا, لا مش قصدي الشارع، مش قصدي أيوة. الشارع بالمعنى يعني اقصد طبعا، والتظاهر مش عيب. لا انا ما قلتش انه عيب، بس عايزين نشتغل. هو مفيش شغل احنا بنشتغل طبعا. لا لا احنا عايزين نشتغل، عايزين نشتغل. لا طبعا مش نشتغل، انا بس اللي انا عايز اكد عليه عشان بس يفضل في امل عند الناس انه في نماذج عظيمه جدا لشباب عاملين مبادرات عظيمه جدا، واشتغلت معاهم وشباب يفرح. كتبت لكم عنهم على الفيسبوك، انا كتبت على الفيسبوك من كام يوم الكلام ده، فمش هنفقد الامل ابدا. الجيل ده هو اللي هيغير بجد. شكرا باذن الله. بشكرك جدا. شكرا استاذ خالد. بس العادل نورتوني. شكرا. الامل فيكم والامل مستمر، مفيش ياس. احنا كنا بنتناقش عشان لما الاعلام لما بيعمل زوم كده على المشكلات بيقلق المسؤولين شويه، عشان العقليه دي لسه ما اتغيرتش لغايه دلوقتي. الناس بتفكر انه ده عيب. لا مش عيب، هي دي الشفافيه، وده الفرق بين انك تقعد مع السيد المسؤول او تقعد مع مسؤول بجد لازم تساله هو عمل ايه. أراكم غدا في حلقة جديدة من ممكن إن شاء الله. تصبحوا على خير.